يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان في مصر. صباح الخير على حضراتكم وحلقة جديدة. الأيام دي حالة الجو زي ما كلنا متابعين مش مستقرة، شوية حر شوية مطرة وبرد، يمكن ده طبيعي علشان احنا في شهر أمشير اللي بيسموه أبو الزعابيب، شهر مش مستقر أبدا في الأحوال الجوية ودايما في رياح وعواصف ترابية. يعني أعتقد كلنا ملاحظين الموضوع ده يا محمد، وزي ما بيطلق على شهر أمشير، وشهر أمشير هو سادس شهر في السنة القبطية أو المصرية القديمة، وبيبدأ من يوم 8 فبراير وينتهي يوم 9 مارس في التقويم الميلادي. اسم الشهر أو أمشير، اسم أمشير جه من مشير، الإله الخاص برياح عند المصريين القدماء لشدة الرياح اللي بتكون موجودة خلال أيام هذا الشهر ده، طبعا بجانب الأمطار. تعرف يا جمانة الأمثال الشعبية عندنا في مصر عبقرية جدا، فيقولوا على أمشير أمشير أبو الزعابيب الكتير، أو أمشير يفصص الجسم نسير نسير، يعني من شدة البرد والبرودة الشديدة جدا بتكسر الجسم. ده فعلا حقيقي، احنا بقالنا يومين كلنا متابعين حالة البرد في الجو وكمان الأمطار، يعني اليومين اللي فاتوا شفنا أمطار في عدد كبير جدا من المحافظات، صحيح أنها أمطار بشديدة قوي خفيفة لكن حالة الجو بشكل عام غير مستقر. للأسف ده وقت بتظهر فيه كتير من الأمراض والفيروسات التنفسية، عشان كده لازم كلنا ناخد بالنا جدا من مضاعفات الجو ده، وناخد بالنا كمان من مشاكل الناس اللي عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية، لازم ياخدوا احتياطاتهم والتدابير الوقائية جدا عشان ما يتعبوش أو يزيد عليهم المرض الجمال. كمان الناس اللي عندها حساسية محمد بتعاني الحقيقة الأيام دي، ولازم ناخد بالنا يعني كلنا، يعني الجو أحيانا الصبح بيكون دافي، بعد كده فجأة بنلاقيه قلب وبنلاقي أمطار، فلازم ناخد بالنا خاصة في الأجواء دي. يعني كمان هيئة الأرصاد حذرت من استمرار الأمطار في القاهرة الكبرى وجنوب كمان الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، كمان خليج العقبة وسيناء، وفي كمان تقلبات في درجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية، وهنعرف طبعا ده بالتفصيل خلال حلقتنا النهاردة. لكن على أي حال دايما أذكر نفسي وإياكم في الأوقات دي وفي الأجواء دي دايما لازم نخلي بالنا إن في ناس بتبقى موجودة في الشارع بيبقى محتاجة أو بتبقى محتاجة مننا إن احنا كمان نساعدها. دايما خلي معاكو جاكيت في العربية أو أنتوا نازلين لو مش محتاجينه، جاكيت تكون حالته كمان جيدة جدا، تقدروا أنتوا تساعدوا بيه حد أو تتصدقوا بيه لحد محتاجه وأنتوا نازلين. دايما ناخد بالنا الناس اللي بتمشي في الشوارع خاصة أنه في أمطار، الناس اللي بتبقى عندها عربيات أو موتوسيكلات وهي ماشية، خدوا بالكم من تجمعات المياه اللي بتكون في الأرض، لأن في ناس ماشية في الشارع فلازم ناخد بالنا كمان منهم، لأنه فعلا يا محمد أحيانا وأنت بتعدي بتلاقي فجأة حد معدي في تجمع ميه غرق الناس اللي ماشيه في الشارع. لازم في المناطق دي او الاماكن اللي فيها ميه وتجمعات ميه نسوق كده على مهلنا وناخد بالنا من الناس اللي ماشيين في الشارع زي ما جمانة بتقول، وكمان ناخد بالنا لو في مطره شديده وانا سايق في طريق معين لازم اقف بالعربيه، يعني مش لازم اكابر واقول انا اقدر اكمل لو انا مش واخد بالي ومش قادر اكمل سواقه، لا ما تكبرش، اركن عربيه لغايه ما الامطار دي تهدى شويه، لغايه ما الرؤيه كمان تبقى كويسه، وده طبعا خصوصا في طريق الزراعي او الطريق الصحراوي الصبح بدري بيبقى فيه كمان شبوره بتبقى صعبه دول شبوره بتبقى صعبه صحيح شوية بتبقى صعبه جدا. على اي حال زي ما قلت لحضراتكم هنعرف تفاصيل الطقس بالتفصيل، بس قبل ما نطلع خليني اعرف منك يا محمد، تحب الشتاء ولا الصيف؟ السؤال الوجودي الازلي ده دايما، انا كائن صيفي جدا صراحه، يعني انا ما اعرفش مولود في الصيف، كائن صيفي بحب الصيف، كائن صيفي جدا. انا عكسك بقى، انا كائن شتوي جدا وبحب الامطار وبحب البرد وبحب كل الحاجات دي الحقيقه. الصيف عندي بالنسبه لي واكلات الشتاء وبقول كده اي حد يا جمانه بيزعل مني، يعني انصار الشتاء كتير قوي، يعني الناس اللي بيحبوا الشتاء كتير قوي في البلد. ايوه الشتاء حلو جدا على فكره، مش عارف يعني بس الشتاء حلو جدا الشتاء حلو جدا بس لازم تتعامل معاه صح. يعني انا بالنسبه لي الصيف مهما حصل الجو حر، يعني مهما حاولت تعمل هو الجو حر، بس الشتاء لو قدرت انت تدفي نفسك بقى ان كان شربت حاجه سخنه لبست تقيل شويه، ما انت ممكن في الصيف برضو ممكن تلبسي خفيف وتشربي حاجات سوائل كتير، والله لو عملت ايه جو في حيويه ونشاط. هنتكلم بقى في الموضوع ده بقى الشتاء بقى ايه، الواحد يقعد وياكل وما يتحركش على اي حال، كلها في صور ربنا الحمد لله الحمد لله. طبعا بتصبح على حضراتكم مره ثانيه، صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا لمياء حمدين، نتعرف منها على اخبار الطقس في القاهره والمحافظات ونقول لها صباح الخير
والفل عليك يا لمياء، اتفضلي. صباح الخير عليكم يا محمد، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري. في كمان أمطار متوسطة لغزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق تانية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. ده إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 27 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 10 درجات. وخلونا نتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. مرحب بحضراتكم مرة تانية، ونبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر، واللي زي ما اعتدنا مع حضراتكم دايما بنبدأ معاكم بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس البرازيل لولا دي سيلفا في قصر الاتحادية، واللي زار مصر امبارح بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. تم عقد جلسة مباحثات لمناقشة العلاقات الثنائية المتميزة والتنسيق المشترك في المحافل الدولية في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين. أيضا تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مصر والبرازيل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أنه تم إجراء مراسم حرس الشرف كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية، وكذا جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية المتميزة والتنسيق المشترك في المحافل الدولية في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة. كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون، وكذا عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا. وفي ختام الزيارة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع ضيف مصر الكريم من مطار القاهرة الدولي.
في المؤتمر الصحفي المشترك اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره البرازيلي، تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية، وأيضا تم الاتفاق على ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن. تعالوا نشوف مع حضراتكم كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس لولا دي سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، اسمح لي ان انا ارحب بيك اهلا وسهلا، وسعيد بلقائك في مصر، وبشكرك على هذه الزيارة، واسمحوا لي ان انا اسجل كل التقدير والاحترام لشخصكم، واقول ان فخامة الرئيس لولا دي سيلفا شخصية عظيمة جدا جدا، ويمكن احنا اثناء حديثنا في الداخل تحدثت على ان خلال حكم دولة البرازيل لأكثر من 120 سنة لم يحقق أن الشعب البرازيلي يختار لولاية ثالثة غير فخامة الرئيس، وده يعكس قد إيه الشخصية، شخصية فخامة الرئيس كانت شخصية ملهمة ومقدرة ولها مكانة دولية عظيمة لدى الشعب البرازيلي ولدى العالم كله. وأنا بشكر فخامة الرئيس أيضا على المباحثات الثنائية اللي يعني بمناسبة مرور 100 سنة هذه الزيارة على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل وبين مصر، وبشكره أيضا على الإرادة الحقيقية اللي احنا عكستها المباحثات اللي تمت بيننا على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وده أثناء يعني المباحثات الثنائية والموسعة اتفقنا على تطوير العلاقة بين العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الصناعية، الزراعية، وده أمر يمكن هيكون خلال زيارتي إن شاء الله من الدعوة الكريمة اللي وجهت لي من فخامة الرئيس لزيارة البرازيل في المؤتمر اللي هيعقد هناك، وهتبقى فيه زيارة دولة خلال هذا المؤتمر أيضاً جي 20، ان احنا اتفقنا على ان يتم تشكيل لجنه مشتركه على مستوى البلدين على اعلى مستوى لتنسيق الموضوعات، موضوعات التعاون والاهداف اللي هيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنه المشتركه للبلدين. انا مش عايز اطيل على فخامه الرئيس وعليكم، لكن المباحثات الثنائيه اللي تمت عكست قد ايه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفه، وايضا فيما يخص القضايا الدوليه توافقنا على ان اهميه ايقاف اطلاق النار في قطاع غزه واطلاق سراح الرهائن والمسجونين وادخال المساعدات للقطاع باكبر حجم ممكن حفاظا على ارواح المدنيين، ثم وصولا الى اطلاق مرحله ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وهنا لازم أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامة الرئيس بالدولة الفلسطينية. أنا مرة تانية برحب بفخامة الرئيس وبشكره على وجوده في مصر، وأيضا على إرادته السياسية في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، ومرة تانية تقديري واحترامي الكبير لشخصكم، وسعيد بالزيارة وحبقى سعيد أكتر أثناء زيارتي البرازيل. كمان من ضمن الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للاطلاع على نتائج مشاركة رئيس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابة عن الرئيس السيسي، وأيضا تابع سيادته سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي. امبارح كمان يا جمانة دكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أكد على أهمية القمة المصرية التركية اللي عقدت في القاهرة، وقال إنها بتنتقل بالعلاقات إلى مرحلة جديدة ما بين مصر وتركيا على أساس التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين بما يسهم في تعزيز السلم وتحقيق الازدهار والرفاهية لصالح شعبي البلدين. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح،
الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاطلاع على نتائج مشاركة رئيس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابة عن الرئيس السيسي، وأيضاً تابع سيادته سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي. امبارح استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023. وكشف التقرير عن زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة المالية عن العام المالي 2021-2022 بنسبة زيادة 9.1%، إلى جانب زيادة استثمارات الهيئة بمقدار نحو 66.6 مليار جنيه. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أكد أهمية القمة المصرية التركية اللي عقدت بالقاهرة في وضع العلاقات المصرية التركية على مسارها الصحيح وتعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وأكد أنها تمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية على أساس التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين بما يسهم في تعزيز السلم وتحقيق الازدهار والرفاهية لصالح شعبي البلدين. امبارح شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة اللي بتجري أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لعرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون اللي تم تنفيذها خلال المراحل المختلفة للمشروع، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية اتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطارئة طبقاً للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات، مشيداً بالأداء المتميز والتخطيط الراقي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة المنوفية حيث تمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ب 300 ألف جنيه. في كفر الشيخ تم انتهاء العمل بلجنة اختيار الأمهات المثاليات للعام الحالي 2024. كمان في أسيوط بيتم تنفيذ مشروعات مدينة ناصر الجديدة باستثمارات وصلت ل 13 مليار جنيه. أما في البحيرة فتم انتشار أكثر من 1300 معدل رفع تراكمات الأمطار في الشوارع. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية تمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة لتصل ل 300 ألف جنيه بفايدة 7% فقط، في ضوء الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة ورفع مستوى الدخل للشباب والمرأة المعيلة وتطوير مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية. في كفر الشيخ تم الانتهاء من أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة لعام 2024، وقامت اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، وتم اختيار 10 أمهات مثاليات للفوز بلقب الأم المثالية لهذا العام وفقاً لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي. في أسيوط أكدت المحافظة تنفيذ مشروعات مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية إحدى مدن الجيل الرابع، وبلغ حجم استثماراتها حوالي 13 مليار جنيه، وده في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان تحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. في الفيوم تم تنظيم قوافل طبية مجانية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية، وده ضمن مبادرة حياة كريمة، وبتستهدف توقيع الكشف الطبي على 1052 مريض بقرى أبو كسا والفاروقة والسبيل بمركز إبشواي وقرية السلام بمركز إدسا بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم. في الدقهلية أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة إنه بناءً على إختار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء هيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وده ابتداءً من غداً السبت
حتى الخميس 22 فبراير الجاري في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وده لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. في الأليوبية أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدء امتحانات ختام برنامج المصريون يتعلمون لمحو أمية الكبار، وده من أجل التصدي لمشكلة الأمية والقضاء عليها، وجرى تنفيذ فصول محو الأمية وتعليم الكبار في 50 مركز شباب على مستوى إدارات بنها وكفر شكر والأناطر الخيرية وشبرا الخيمة بواقع 600 مدرسة. في البحيرة أكدت المحافظة أنه تم الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم، بالإضافة لماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة. نروح دلوقتي مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. وفاة بطرس غالي 16 فبراير. في مثل هذا اليوم من سنة 2016 رحل عن عالمنا الدبلوماسي المصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة بطرس غالي. ولد بطرس غالي بالقاهرة سنة 1922 لأسرة سياسية عريقة، فهو حفيد بطرس نيروز غالي رئيس وزراء مصر بدايات القرن العشرين. تخرج في كلية الحقوق سنة 46 ونال الدكتوراه في القانون الدولي من باريس، ثم عمل أستاذ بجامعة القاهرة. احترف الدبلوماسية على نهج اللي تقلد وزارة الخارجية أكثر من مرة قبل ثورة يوليو، وفي سنة 77 عين بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وكان ضمن الوفد المصري المرافق للرئيس أنور السادات في رحلته للقدس، وليه مساهمات بمفاوضات كامب ديفيد. نشاطه الملموس في الملفات الدولية رشحه لتقلد منصب أممي رفيع، فتم انتخابه أمين عام للأمم المتحدة سنة 92 ليكون أول عربي وإفريقي يشغل هذا المنصب حتى ديسمبر سنة 96. خلال مسيرته ترأس عدد من المنظمات المحلية والدولية، منها منظمة الفرانكوفونية ومركز الأبحاث بأكاديمية لاهاي والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، كما أسس مجلتي الأهرام الاقتصادي والسياسة الدولية. نال العديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام فرسان مالطا ورجل السلام بإيطاليا وستار كريستل للامتياز بأمريكا، وليه مؤلفات في الفكر والتاريخ والسياسة. وفي مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الدبلوماسي المصري البارز بطرس غالي. صباح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية الغربية ومائل للدفء على جنوب الصعيد ودافي على جنوب سيناء. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كمان في أمطار متوسطة لغزيرة ورعدية أحياناً، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق تانية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا، احنا بدانا من 8 فبراير ومكمل معانا لحد 9 مارس اللي جاي زعبيب امشير، وعايزين نعرف اهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم ولحد ما يخلص شهر امشير. يمكن احنا بالفعل بالامس كنا بنشهد ذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي كنا نوهنا عنها من منتصف الاسبوع، وقلنا ان الحاله دي بتبدا يوم الاربعاء ذروتها الخميس ومكملة معانا النهاردة في معظم محافظات الجمهورية، لأن احنا بنتأثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وأيضا منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط. يمكن بالأمس شهدنا سقوط الأمطار الغزير في المناطق الساحلية
يعني متوسط او متوسط لغزير في المحافظات الداخليه. يمكن اغلب محافظات الجمهوريه بالامس كان فيها تساقط للامطار، وكانت طبعا على فترات متقطعه من السواحل الشماليه حتى الوجه البحري. القاهره الكبرى بالامس كان فيها سقوط امطار، وايضا محافظات الصعيد وتحديدا في شمال الصعيد بعض المناطق من سيناء، ويمكن وصلت لحد السيول في بعض المناطق من سيناء. اليوم مكملين لكن كميات الامطار اليوم هتكون اقل بعض الشيء من امس. اليوم متوقع الامطار تكون امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه احيانا على سواحلنا الشماليه الغربيه ومحافظات شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، وايضا مطروح والاسكندريه. كمان الامطار هتمتد ما بين خفيفه ممكن تكون متوسطه ورعديه احيانا في المحافظات الداخليه، يعني هتكون موجوده بشكل مؤثر في جنوب الوجه البحري، سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض المناطق من سيناء، مدن القناه، وطبعا قد تصل لمناطق متفرقه من القاهره الكبرى ومناطق من محافظات شمال الصعيد وتحديدا في المناطق الشماليه من شمال الصعيد. الامطار طبعا بتكون على فترات متقطعه من اليوم ومنطقه دون الاخرى. كمان مع الامطار في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره عظمى على القاهره الكبرى، ومتوقع اليوم 18 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء الشتويه المائله للبروده فتره النهار في اغلب المحافظات الشماليه، دافيه المائله للدفء في المحافظات الجنوبيه. فترات الليل طبعا هتبقى الاجواء فيها الشديده البروده خاصه في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، لان كمان اليوم معانا ايضا العنصر الثالث هو نشاط الرياح، في استمرار لنشاط رياح في معظم محافظات الجمهوريه. سرعتها كام يا فندم؟ سرعات الرياح بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، فبالتالي هتخلينا نحس بالبرودة، هي غير مثيرة لأي رمال وأتربة، دي اللي هتخلينا نحس إن قيم درجات الحرارة أقل، تحسسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. ويمكن كان في بعض سقوط الأمطار وتوافر عوامل الرطوبة بالأمس، كان في شبورة مائية خفيفة تكونت مباشرة بعد سقوط الأمطار، متوقع أن يكون في شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع وجود أشعة الشمس. غدا إن شاء الله يبدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية، يمكن التحسن النسبي هيبدأ غدا، لكن في كميات أمطار لسه معانا بكرة إن شاء الله، لكن كمياتها طبعا هتكون أقل من اللي احنا شاهدناها بالأمس أو هنشهدها اليوم. طيب إن سرعة الرياح دي هتأثر على حركة الملاحة البحرية؟ مش هتأثر بالشكل الكبير الحمد لله. حركة الملاحة البحرية تحديدا اليوم على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ارتفاع أمواج على البحر المتوسط ما بين 2-2.25 متر، البحر الأحمر ما بين 1.5-2 متر، فبالتالي البحرين هيكونوا مؤهلين تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية، فمش أي اضطرابات على البحر على البحرين الاحمر او المتوسط. بس هننوه ان احنا الايام اللي جايه لحد يوم الاثنين هيكون لسه فيها انخفاض في قيم درجات الحراره والاجواء الشتويه، يمكن تعتبر درجات الحراره خلال هذه الايام اقل من المعدلات بحوالي درجه لدرجتين، تدريجيا مع الاسبوع اللي جاي تحديدا من منتصف الاسبوع اللي جاي من يوم الاثنين هيكون في مزيد من الاستقرار والتحسن الكامل في الاحوال الجويه، لكن برضه هيبدا التحسن التدريجي من بكره السبت ان شاء الله، لان كميات الامطار هتقل وتنحصر فقط في بعض المحافظات، هتهدا سرعات الرياح بشكل كبير، فده هيحسسني بمزيد من الاستقرار في الاحوال الجويه. طب لو تحبي تنصحي الساده المشاهدين على التغيرات اللي بتحصل على مدار اليوم، يعني الصبح بدري وبالليل متاخر بيبقى فيه درجات الحراره منخفضه بشكل كبير، بقيه اليوم ممكن يبقى دافي شويه، تنصحي المشاهدين بايه على مدار اليوم؟ هو لازم الاكيد ان احنا ما ننساش ان احنا في فصل الشتاء وفي ذروه فصل الشتاء، لان شهر فبراير يعتبر ذروه فصل الشتاء، فطبعا ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خاصة لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر، مهم كمان مع تساقط الامطار وخاصة ان هي كانت مؤثرة بالامس او اليوم كمان في المحافظات الساحلية، لازم نبتعد تماما عن اعمدة الانارة، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنية، المباني المتهالكة، وطبعا تكون القيادة بهدوء تام اثناء تساقط الامطار على اغلب الطرق، ومهم كمان نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية بصورة يومية قبل ما نخرج من البيت، ولأن دايما الفترة دي بيحصل فيها تغيرات في حالة الجو بشكل سريع،
يعني ومتقلب، دايما بيبقى فيه منخفضات جويه، فمهم جدا ان احنا نتابع نشرات الجويه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 18 والصغرى 11، العاصمه الاداريه 18 10، اسكندريه 16 10، والعلمين الجديده 16 10، مطروح 15 11، ودمياط 18 13، بورسعيد 19 12، اسماعيليه 18 10. السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 19 10، كاترين 10 3، وطابة 18 10، حلايب 24 18، شلاتين 27 17، شرم الشيخ 23 14، والغردقة 22 13. نروح للفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 9، بني سويف 19 9، الوادي الجديد 20 6، اسيوط 20 7، سوهاج 20 8، وقنا 20 9، الاقصر 21 9، واخيرا اسوان العظمى فيها 21 والصغرى 10. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه هنروح لجمانة ومحمد نكمل معاهم فقرتنا. اشكرك يا لميا، شكرا جزيلا. مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. النهاردة هتشهد منطقة وادي النطرون انطلاق فعالية قافلة الخير اللي بينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وبتضم فعالية قافلة الخير توزيع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية على الأسر الأولى بالرعاية بقرية العزير النائية التابعة لمركز وادي النطرون بالبحيرة. النهاردة هينطلق ماراثون للجري بمحمية وادي دجلة تحت مسمى Run for Gaza، الذي يتم تنظيمه تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة النادي الأهلي أمام فريق شباب لوزداد الجزائري الساعة 9 بالليل على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. تحت شعار الوطن محتاج جميع الهمم، خلونا نروح نشوف تقرير عن الهاكاثون، هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، واللي بيتم إقامته في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. الهاكاثون الثالث اللي بتنظمه جامعه بنها تطبيقات الناشئه لدعم ذوي الهمم بيستهدف تجمع من المطورين والمبرمجين ومصممي الجرافيك ومصممي المحتوى لانشاء وتطبيقات جديده تخدم ذوي الهمم في ثلاث محاور: محور الرياضه ومحور الصحه ومحور التعليم. شارك في الهاكاثون الثالث اللي بتنظمه جامعه بنها 20 جامعه ما بين جامعه حكوميه وجامعه اهليه وجامعه خاصه وجامعه تكنولوجيه. من ال 20 جامعه دول كان في 30 فريق وصلوا للمراحل النهائيه للهاكاثون. الاعمال اللي قدمها الطلبه اعمال مبتكره واعده بتقدم كتير من الخدمات لذوي الهمم، منها تطبيقات للموبايل بتساعد ذوي الهمم على عمليه التعليم والتعلم، وكمان تطبيقات بتساعد على محو اميه ذوي الهمم اللي ما لهمش حظ التعليم. في تطبيقات كمان بتكتشف التوحد المبكر لدى الاطفال، وده حقيقي بيساعد الاسره المصريه كتير للي عندها طفل بيعاني من التوحد. في تطبيقات بتساعد ذوي الاعاقه في ممارسه الرياضه، وفي تطبيقات كمان للترفيه زي الجيمز وغيرها من التطبيقات. احنا بنستهدف من كل التطبيقات دي ان بيبقى في نماذج اوليه للتطبيقات دي، والطلبه او الفرق المشاركه تقدر تتبنى نموذج الاعمال المناسب للاستثمار في المعرفه الناتجه عن هذه التطبيقات وتحويلها لشركات ناشئه، ويبقى لها دور في الاستثمار على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. الهاكاثون في نسخته الاولى والثانيه كان على السمارت سيتي اللي هي المدن الذكيه، والنسخة الثانية كان على السمارت جوفرنمنت اللي هي الحكومات الذكية.
والسنة دي بيتكلم على تقنيات اللي هي بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. احنا في جامعة بنها الأهلية السنة دي عندنا فريق السنة دي عامل بروجكت كله طلبة، الطلبة بيقدموا بروجكت عن السمارت جايد أو بمعنى الدليل الاسترشادي الذكي، وبيساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الإعاقة البصرية على أنهم يتعرفوا على الأشياء، ويعتبر دليل قوي جدا ليهم في التحرك نحو الأشياء والتعرف على العملات الورقية والتعرف على كل حاجة يقدروا يمسكوها بإيدهم ويوجههم يمينا أو يسارا أو يقف عند أن هو يتقرب إلى مكان خطر. وبالطريقة دي أنا بقدر أساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الإعاقة البصرية أنهم يكونوا مثلهم مثل الإنسان السليم اللي ما عندوش أي إعاقة. الحقيقة وزارة الاتصالات مهتمة جدا بالكوادر البشرية، وزي ما كل الناس عارفين أن الكوادر البشرية هي وقود صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومن هنا بيجي وجودنا وتعاوننا مع جامعة بنها اللي ابتدى من كذا سنة الحقيقة، وتم تتويجه مؤخرا بوجود مركز إبداع مصر الرقمية على أرض الجامعة. الاي تي اي جزء من هذا المركز، وحريصين ان احنا نوصل خدماتنا لأبناء جامعة بنها ومجتمع بنها من الشباب والمهتمين بتكنولوجيا المعلومات من خلال البرامج والمنح اللي بنديها. احنا بندي مجموعة من المنح للطلبة، منح للخريجين، خدمات مهمة يعرفها المهتمين بتكنولوجيا المعلومات لأنها مقدمة عبر الإنترنت، فهي متاحة للي يقدر يوفر من وقته بس يكون مهتم وشغوف بهذه الصناعة. الحقيقة منذ أشهر قليلة ابتدى تشغيل ونشر مصفوفة الخدمات الـ ITI هنا في المركز، وموجودة لشباب كتير بدعوكم تصوروا الفعاليات التدريب دوت في تخصصات مختلفة، بيستفيد منها شباب من مختلف الكليات، كلية حاسبات، كلية هندسة، كلية تربية، كلية أداب. والحقيقة برضو عشان الجامعة نشيطة، ففي الفترة الأخيرة الجامعة بتحتضن كثير من الفعاليات اللي بتضم شباب من جامعات مختلفة، فده بيشجعنا ان احنا نكون جزء من هذه الفعاليات. من أسابيع قليلة كنا موجودين كتدريب وكتوعية وكتحكيم في الملتقى الخاص بشباب تربية نوعية، النهاردة بنكرر دوت لكل شباب حاسبات من كل الجامعات المصرية برضو من خلال التدريب التقني المتخصص والتحكيم، واحتضان إن شاء الله الأفكار اللي هتطلع برضو من هذه المسابقات. شاركت في مسابقة هاكاثون السنة دي بمشروع محو الأمية لذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق ان انا بتعامل معهم ببرايل بيزد، تمام، عن طريق اسلوب برايل بتعامل معه، عن طريق ان هو بحط له الموبايل عنده بيبقى مكون من 6 نقط الاساسيين للغة برايل، ببدأ على طول السيستم ببدأ اتعامل معه بالاسلوب ده، تمام. الابليكيشن كله قايم على الفكرة دي من اول خطوة خالص، من اول التسجيل مرورا بكل المراحل التعليمية اللي بيعدي بيها. شاركت في الهاكاثون في مجال التعليم بسبب ان مجال التعليم من اكتر المجالات الموجوده دلوقتي، مشاركتي كانت بنسبه كبيره في تحسين مخرجات التعليم بالنسبه للطالب والمعلم والمحتوى، لانهم هم من العناصر الاساسيه الموجوده. المشروع بتاعي بيهتم بشكل اساسي بالانديفيديوال، مش بيهتم بالكونتنت بس زي معظم الحاجات اللي موجوده. خلينا نروح مع حضراتكم لملف آخر وموضوع آخر، والحقيقة يمكن هذا الملف هو الملف من أهم الملفات اللي يمكن العالم الآن بسببه أو بيعاني من تداعياته الآن. تداعيات كتيرة جدا الحقيقة بتحصل بسبب التغيرات المناخية اللي بكل تأكيد بيكون ليها تأثير على كل مناحي حياتنا، من أهمها الزراعة وبالتالي طبعا المحاصيل. خلينا نتكلم تحديدا على وزارة الزراعة المصرية اللي أصدرت توصيات لمواجهة العديد من بعض الأمراض الطارئة على المحاصيل، من أبرزها مرض التفحم السائب اللي ممكن يصيب محصول القمح. فعلا جمانة، مرض بيصيب محصول القمح، هنعرف تفاصيل أكتر واستعدادات وزارة الزراعة لمواجهة الأمراض اللي بتصيب محصول القمح اللي هو محصول مهم واستراتيجي للدولة المصرية. معانا على الهاتف الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. بنصبح على حضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ربنا يخليك. يعني في البداية حابين نعرف ايه هو المقصود بمرض التفحم السائب اللي بيصيب محصول القمح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا
بدايه هو القمح زي ما حضراتكم عارفين وكل يعني اللي عارف انه محصول قومي مهم جدا للدوله المصريه ومحصول كمان مهم جدا للمزارع ومحصول تاريخي من ايام القدماء المصريين وهو مرتبط بحاجات كثيره للمزارع لدرجه ان المزارع بيسميه محصول الغله. كلمه الغله معناها اي حاجه بتطلع من الارض، فكانه خلى كل المحاصيل يعني في صوره القمح. القمح طبعا محصول شتوي وبالتالي بيتحمل نوعا ما درجه الحراره المنخفضه، بيتحمل اجواء الشتاء اللي ممكن بعض المحاصيل الثانيه ما بتتحملهاش، ولكن احيانا بيتعرض لبعض المشاكل سواء كان حتى مشاكل على مستوى الانتاجيه او مشاكل على مستوى الاصابه بالامراض. نقدر نقول الحمد لله السنه دي وده يعني خبر كويس ان القمح لم يعرض هذا الموسم لمشاكل مرضيه ممكن تسبب مشاكل. الحمد لله. سواء كان على مستوى مرض مهم جدا هو من امراض الشتاء اسمه الصدأ الاصفر او مرض قديم نوعا ما اسمه التفحم السائب اللي هو سنبله بيبقى لونها اسود، ايا كان المرضين فالاجواء فالسنه دي الحمد لله نقدر نقول ان تقريبا ما فيش اصابات تذكر وده حاجه كويسه جدا، ولكن طبعا في توصيات مهمه جدا للمزارع للنهوض بمحصول القمح بصفه عامه. خلينا كمان نعرف ان كان في اجراءات استباقيه قامت بها اجهزه وزاره الزراعه مراكز البحثيه في استنباط، ودي نقطه مهمه جدا، في استنباط اصناف من القمح. انا بزرع تقريبا 17 صنف، حتى المزارعين اللي سامعيننا عارفين اسمائهم اللي هو مصر واحد ومصر اثنين اللي هو سخه 95 سخه 96 بني سويف 7 6 12 6 14 وهكذا. دي اصناف بتزرع معظمها او تقريبا كلها اسمها متكيفه مناخيا نوعا ما لانها قصيره العمر. كان القمح بيقعد في مصر زمان 180 يوم واكثر، دلوقتي لا يتجاوز 150 155 يوم، وده خلاه يهرب من حاجتين مهمين جدا بالمناسبه، بيهرب من مرض كان اسمه صدأ الساق وده كان بيعمل لنا مشاكل كتير جدا في مصر زمان، ولانه بيجي في سته يكون القمح نضج وكمان اتحصد لغايه ما الجراثيم ما تيجي عن طريق الرياح مصر يكون القمح اتشال من مصر عموما بصفه عامه، وده ميزه ان عندي اصناف مبكره او اصناف قصيره العمر. الحاجه الثانيه ان الصيف المبكر اللي كان بيجي في شهر 4 وشهر 5 ونلاحظ ان الجو بقى صيف الاصناف قصيره العمر خلت الفتره الحساسه من القمح اللي هي فتره الطور العجيني واللبني تبعد عن الصيف المبكر وتكون مبكره نوعا ما عن اي موجات تيجي. الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده على مستوى نماذج التنبؤ بالمناخ لمده 10 سنين ان شاء الله لن نعرض لمشاكل. يعني الكلام ده ما جاش من فراغ ولكن جاء من شغل كتير قعد سنين طويله لمربي القمح واللي استنبطوا اصناف بكل تاكيد، والتكلفه الدوله اتحملتها في استنباط ال 17 صنف. ما حدش بيحس بالكلام اللي انا بقول لحضرتك عليه، سواء المزارع اللي هو موجود في ارضه بالمناسبه من ساعتين وهي الناس لسه ما صحتش منهم، موجود في عز البرد في ارضه، ولكن هو بيجيب صنف ويزرعه ما يعرفش بقى الجهد. يمكن ده يا فندم دور البحث العلمي واكيد هنتكلم في النقطه دي انها نقطه مهمه جدا، لكن اسمح لي دكتور ارجع مع حضرتك، احنا بنتكلم على اصدار وزاره الزراعه لتوصيات لمواجهه العديد من امراض الطارئه على سبيل المثال التفحم السائب، وحضرتك بتقول انه الحمد لله حتى الان يعني برضو صحح لي لو كنت فهمت حضرتك بشكل صحيح انه ما فيش طوارئ مناخيه وضحت او تنذر باي قلق حتى الان. لا هو ما فيش مشاكل من المرضين دولت، الصدى الاصفر لا جه في 2019 وعمل مشاكل كتير في القمح في مصر. خلينا نتكلم في التفحم السائب عشان يبقى المزارع ياخد توصيه يعني محدده. التفحم السائب مرض قديم قوي ولكن معظم الاصناف زي ما قلت لحضرتك مقاومه لهذا المرض، ولكنه بيظهر احيانا من بعض المزارعين اللي بيزرع من الكسر البيت. خلي بال حضرتك برضو ان وزاره الزراعه السنه دي اعلنت ان كل مساحات القمح في مصر هيكون لها نصيب من التقاوي المعتمده، التقاوي اللي تم انتاجها من خلال اداره مركزيه لانتاج التقاوي، وبالتالي هي خاليه تماما من اي امراض، ولكن في بعض المزارعين مستمرين بيزرعوا من البيت. مرض التفحم السائب لو ظهر عند اي مزارع سنبله طويله شويه لونها اسود فيها تفحم زي الفحم بالظبط الاسود، لو حط ايده يطلع في ايده ده مش مطلوب منه غير بس يحط كيس بلاستيك او كيس ورق بشويش على السنبله بحيث يقطعها من تحت السنبله ويمنع ان الجراثيم التفحميه الصغيره تروح على
اي سنبله لسه جديده، عشان المرض بيستنى في السنبله للسنه الجديده ويرجع لما تزرع التقاوي دي يحصل المشكله. فهو ده هيخليني اسال حضرتك خلاص من السنابل السوداء دي. جميل، ده هيخليني اسال حضرتك دكتور فهيم، اسالك يعني عن يعني حاله الوعي لدى اهلنا الفلاحين والمزارعين، عايزين حضرتك تطمننا عليها، لانه ازاي يتصرف مع مثل هذه الامراض بشكل مباشر. وهنا الارشاد الزراعي ليه دور مهم جدا في رفع وعي المزارعين والفلاحين بمواجهه هذه الاصابات اللي ممكن تطرا على محصول القمح وتؤدي الخسائر. يعني لو هو عنده حاله الوعي ويعرف يتصرف ازاي، فبالتالي هيعرف يواجه مثل هذه الامراض. كلمنا عن دور الارشاد الزراعي في هذا الموضوع تحديدا دكتور. طبعا الارشاد الزراعي تحول زي ما كل حاجه تحولت، وبدا يستخدم تكنولوجيا الاتصالات، بدا يستخدم التطبيقات اللي موجوده على التليفون المحمول، بدا يبقى ليه سوشيال ميديا. خلي بالك اقول لحضرتك حاجه، مزارعي مصر يعني ناس برضو يعني متمشين مع اللي بيحصل. تمام. يعني صفحه مركز معلومات تغير المناخ وهي اللي بتطلع انذار مبكر وتوصيات مهمه، عليها اكثر من 250 الف مزارع اللي بتوصل لهم اللي بتوصل لهم التوصيه تتعدى مئات الالاف واحيانا ملايين. ده صفحه واحده. لا، هو المزارع المصري دلوقتي بدا يستقي معلوماته من المصدر الموثوق به. خلينا نعرف ان في عندنا قناه مصر الزراعيه، وهي قناه تبث على مدار الساعه وبتبث كل ما له علاقه بالتوصيات الخاصه بالزراعه. ففي مصادر اخرى غير الارشاد الزراعي التقليدي بتاع زمان، ان يكون في مرشد ومعاه موتوسيكل ويلف على الحقول والكلام ده. هو حتى العدد مش كافي، مش هيقدر يعمل كده، ولكن في ارشاد اخر اكثر فاعليه وهو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات. انا بنزل التوصيه دلوقتي حالا بعد ثواني بتوصل للمزارع. وبالتالي غير الطريقه القديمه تماما اللي ممكن توصل له بعد يوم او اثنين في ظل التسارع مع في تغير المناخ. المزارع مش هيستفاد من معلومه تروح له بعد ما يحصل الحدث. طبعا بكل تاكيد، وده يعني دور كبير طبعا حضراتكم بتقوموا بيه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، مشكورك جزيل الشكر. اهم واخر الانباء والاخبار بتوقيت القاهره موجز الثامنه صباحا مع زميلتنا لمياء حمدين. نروح لك لمياء، اتفضلي. شكرا محمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الكندي جاستن ترودو، تناول الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاتصال تناول ايضا جهود مصر لانفاذ المساعدات الانسانيه بكميات كبيره وكافيه لاهالي القطاع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حذر خلال الاتصال من خطورة التصعيد، ومؤكدا أهمية العمل على وقف اتساع رقعة الصراع، وأيضا ضرورة تفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظيره البرازيلي لولا دي سيلفا عكست حتم التوافق بين البلدين إزاء مختلف الملفات والقضايا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، أوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وأيضا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكبر قدر ممكن. وقال الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية المختلفة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتنسيق التعاون الثنائي. حققت مصر نجاحا جديدا يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي من عام 2024 إلى عام 2026. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن مصر حصلت على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال. ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرة مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضوية المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وآخرها خلال عامي 2020 إلى 2022.
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن التي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 من فبراير الحالي. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على هامش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة. هذا ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية. طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح. وقالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل وضع الأعمال القتالية في غزة ككل، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا. وفي وقت سابق من الأسبوع طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في رفح. أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري عن وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، مؤكدا أن السفينة وأفراد طاقمها بخير. وأفادت وكالة العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة أن السفينة أبلغت عن وقوع انفجار على مسافة قريبة منها شرق عدن. قالت وزارة العدل الأمريكية إنها فككت شبكة قرصنة إلكترونية للمخابرات الروسية. وذكرت وكيلة وزير العدل الأمريكية ليزا موناكو أنه للمرة الثانية خلال شهرين تم منع قراصنة رقميين من تنفيذ هجمات إلكترونية تحت غطاء أجهزة اتصال بالإنترنت أمريكية هشة. وقالت وزارة العدل أن عملية أجازها القضاء في يناير 2024 أوقفت نشاط شبكة تشمل المئات من أجهزة الراوتر بالمكاتب الصغيرة والمنازل تسيطر عليها المخابرات الروسية وتستخدمها لإخفاء مجموعة متنوعة من الجرائم وتنفيذها أحياناً. رفض الكرملين تحذيرا من الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء، ووصفت روسيا التحذير الأمريكي بأنه افتراء وخدعة من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بالموافقة على تخصيص مزيد من الأموال لمواجهة موسكو. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة قدمت للكونغرس ولحلفاء أوروبيين معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية، قالت إنها يمكن أن تشكل تهديدا دوليا. مشاهدينا، انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. وزارة العمل أطلقت البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، واللي هيكون هدفها تقديم كل خدمات الوزارة للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا بكل جوانبها المالية الفنية، أيضا قواعد البيانات. موضوع مهم جدا يا جمالة، هنعرف تفاصيل ومعلومات أكتر وشرح وافي عن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة. بنرحب معنا في استوديو صباح الخير يا مصر بالأستاذة الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل. منورانا ومشرفانا. أهلا بحضراتكم. أهلا. يعني بداية احنا موضوع ده اتكلمنا فيه أكتر من مرة، لكن حابين نعرف السادة المشاهدين بتعريف كده مبسط، إيه هو المقصود بالعمالة غير المنتظمة؟ العمالة غير المنتظمة هي كل الأعمال اللي بطبيعتها لا تتطلب الاستمرار، بمعنى إن هو عمل بيؤدى في فترة زمنية محددة وبينتهي بمجرد انتهاء العمل ده، سواء خد العمل بقى ساعة، ياخد يوم، ياخد أسبوع، هو بطبيعته مش محتاج إن أنا أعمله كل يوم. يعني حضرتك لما بتجيب مثلا حد يعمل لك نجارة في الشقة مش هيجي لك كل يوم يعمل نفس العمل، هو بينتهي بالعملية اللي حضرتك بتديها له وبس كده، انتهى العمل كده، انتهى بمجرد انه خلص. يعني مفيش استمراريه. بالظبط كده، مفيش استمراريه في ادائه، مش بيؤدى هو نفس العمل يوميا. تمام. طبعا احنا بالتعريف ده هتلاقي يندرج تحتيه قطاعات كتير جدا،
هتلاقي قطاع المقاولات كله يعني بنسبة 99% من قطاع المقاولات عمالة غير منتظمة، لأنه بينطبق عليه ده النجار، الحداد، السباك، عامل البنى، كل الأعمال دي بطبيعتها مش كل يوم بتتعمل هي هي في نفس المكان. هتلاقي عمال الزراعة نفس القصة، العمالة الموسمية كلها نفس الموضوع، عمال النجم والمحاجر، الصيد، عمال البحر، كل ده بيندرج تحت طائفة العمالة غير المنتظمة. طبعا الوزارة تعاملت مع ملف العمالة غير المنتظمة ده بمنظومة متكاملة، وده مش من النهاردة ولا امبارح، ده من 2003 واحنا بنتعامل مع منظومة العمالة غير المنتظمة. المنظومة عبارة عن حسابات مفتوحة في كل المديريات، في 27 مديرية في حساب لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، بيتم من خلاله الصرف على أوجه الرعاية اللي أنا بأديها للعمال دول. وطبعا هو يعني الظاهر والواضح ان خلال العشر سنين اللي فاتوا كان ظاهر جدا الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة والصرف الكتير اللي كان على الخدمات والرعايات المقدمة ليهم، وخاصة في الظروف الاستثنائية كمان، يعني مش بس الظروف العادية، لا ده في الظروف الاستثنائية متهيألي منحة الكورونا كانت مسمعة بشكل كبير. يعني انه الحقيقة يمكن محتاجين نعرف عنه أكتر. والحقيقة أنه الدولة المصرية بالفعل أولت اهتمام كبير جدا بهذه الفئة، فئة العمالة غير المنتظمة، وبانت صحيح. جدا جدا وقت جائحة كورونا بالفعل. صحيح. حضرتك بتقولي أنه بالفعل في حسابات مفتوحة في كل المحافظات لا للصرف أو لا لتأدية خدمات متكاملة لهذه الفئة. صحيح. عايز أعرف من حضرتك أنواع الخدمات المقدمة، خلينا نتكلم على اللي حاصل دلوقتي على أرض الواقع. ايه انواع الخدمات اللي بتقدم لهذه الفئه، وبما انها فئه زي ما احنا بنتكلم فئه غير عماله غير منتظمه، يعني توقيتات الشغل ومواعيد الشغل ودوره العمل نفسها مش واضحه، ازاي هذه الفئه بتقدر انها تسجل او تتقدم، او بتقدروا على اي اساس تقدموا قاعده البيانات دي اللي تختموا من خلالها؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك كده، هو في حساب مفتوح في كل مديرية، ده اللي بيتم فيه إيداع النسب عن طريق المقاولين أو أصحاب الأعمال اللي ليهم عمليات في المحافظات دي، بيتقدر له النسبة وبيدفعها في الحساب ده، وبيسجل عماله، عمال المشروع، في المديرية اللي فيها انتقل الأعمال. ده طريقة تسجيل العمال. العمال عندي بتتسجل بطريقتين، المقاول أو صاحب العمل بيسجل العمال اللي شغالين معي على العملية اللي هو بيسدد عليها، وبالتالي بيخش عندي في قاعدة البيانات وبيحظى بكامل الرعاية الاجتماعية والصحية والحماية اللي أنا بقدمها له. في طريقة تانية برضو للتسجيل، نفترض أن المقاول مش هيسجل عماله وحاسبهم أنا، لا، مفتش التفتيش بينزل موقع العمل وبيجيب العمالة دي من خلال الحصر من موقع العمل، وخصوصا في المشاريع القومية لأن بيبقى فيها نسبة عمالة كبيرة جدا. تمام. فدي طريقة التسجيل. بمجرد ما العامل بيتسجل عندي وبيخش قاعدة البيانات، بيحظى بكل الرعايات اللي أنا بقدمها. طيب الرعايات اللي أنا بقدمها هي إيه؟ زي ما قلنا مثلا في الظروف العادية أنا بدي منح وبدي رعايات، اللي هي المنح الدورية اللي أنا بقدمها في المناسبات، 500 جنيه للعامل في الأعياد، في عيد فطر، عيد أضحى، المولد النبوي، عيد العمال، دي أنا بدي بيها منح دورية، ده بشكل دوري، كل عيد بيتصرف المنحة دي لكل العمالة المسجلة. في منح خاصة، يعني العامل نفسه حصل عنده مناسبة خاصة، زواج مثلا، مولود، وفاة أقارب من الدرجة الأولى، العامل مثلا حصل له عملية، يعني حصل له إصابة اضطر يعمل عملية جراحية. طب بتعرفوا ده ازاي يا فندم؟ بيتقدم يا فندم بالمستندات، أو الشركة بتتقدم بالمستندات الخاصة بالعامل، يعني لو زواج مثلا بيجيب لي قسيمة الزواج بتاعته، وطالما هو مدرج عندي في قاعدة البيانات بصرف له. يعني الموضوع مش مختصر بس أستاذة شيماء على المنح، يعني برضو بيشمل مظلة، نقدر نقول كده مظلة تأمينية اجتماعية بالظبط، تقديم رعاية صحية. ده مشروع هايل جدا، منصة كده يعني تحتها هيندرج كل العمال الموجودين في قطاعات كبيرة جدا غير منتظمة. ليه تحديدا اخترتوا محافظة الإسكندرية عشان تكون هي نقطة الانطلاق لهذه المنصة؟ هو بس انا علشان اكمل بس موضوع الرعايات دي، هو برضو زي ما احنا قلنا كده، زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هي مش بس رعايات اجتماعيه، لا ده في رعايات صحيه كمان، يعني في مستشفيات وفي صيدليات وفي معامل، وزي ما قلت حضرتك تفضلت كده ان في حمايه، بالفعل هو في حمايه عن طريق مفتشين السلامه والصحه المهنيه بتوعي اللي بينزلوا الموقع وبيامنوا فعلا العمال دي، وفي كمان بوليس التامين لو العامل ده حصل له حاجه في موقع العمل، لا هو مؤمن ضد اصابات العمل، سواء لا قدر الله وفاه او اصابه، سواء عجز كلي او جزئي، هو مؤمن ب 200,000 جنيه.
في الحالات دي يعني. وطبعا زي ما قلنا في الحالات الاستثنائيه كمان اللي هي اساسا مش مدرجه في اللائحه، لا برضو بنصرف يعني في منحه الكورونا مثلا، التوجيهات الرئاسيه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نصرف بشكل استثنائي 6 شهور للعماله دي علشان يقدروا يواجهوا جائحه الكورونا. بالفعل تم الصرف، والوزاره تحملت تقريبا 1.4 مليار في جائحه الكورونا دي. تمام، دي المنظومه اللي احنا شغالين بيها. وحاليا طبعا يعني قبل ما ننتقل للمنصة، في تطوير للمنظومة دي، يعني احنا شغالين بالمنظومة دي من 2003، لكن طبعا التطوير اللي هو من ضمنه المنصة ده طبعا الفترة الأخيرة منذ تولي الوزير معالي الوزير حسن شحاتة، هو كان توجيهاته ان احنا نطور بقى منظومة العمالة دي. يعني المنظومة شغالة اوكي، عايزين نضيف ليها، نوسع قاعدة البيانات، نوسع الخدمات المقدمة، نحسن جودتها. اشتغلنا على أكتر من محور، يعني المحور الأولاني مثلا إنشاء الوحدة التنفيذية مثلا لحسابات العمالة. ليه؟ علشان زي ما قلنا إحنا عاملين حساب في كل مديرية، بس ما كانش في حساب مركزي في الوزارة، لا اتنشأ حساب مركزي في الوزارة عشان أقدر أراقب على 27 حساب، علشان أقدر أسهل الخدمة. كانت الخدمة الأول بتقدم من المديرية، لا دلوقتي المديرية بتبعتها لي أنا في الوزارة تتراجع وتتراقب وتتقدم عن طريق الوزارة من خلال الحساب المركزي، علشان أعمل رقابة على 27 مديرية وعلى الفلوس اللي بتتصرف على الخدمات دي. دي حاجة. الحاجة التانية البند اللي استحدث، اللي هو اللي أنا بقوله لحضرتك ده، استحداث البند الخاص بمواجهة الحوادث اللي هم 200,000 جنيه لأي حادث، سواء العامل ده مسجل أو غير مسجل. كمان بند الحوادث ده بند مستثنى لأي ظرف طارئ. تمام، آخر حاجة بقى اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي المنصة. المنصة دي من الحاجات اللي احنا اللي قامت بيها وزارة العمل عايزة أقول لحضرتك بمجهود ذاتي. يعني المنصة دي أنشئت عن طريق مركز معلومات الوزارة، ما استعناش فيها في أي شركة من بره ولا أي حاجة. الأساتذة زمايلنا اللي في مركز المعلومات، طبعا معالي الوزير علشان التوجيهات ان احنا نتماشى مع ملف التحول الرقمي، التوجيهات الرئاسية ان احنا كل خدمات الوزارة لازم تخش ضمن التحول الرقمي للتسهيل والإجراءات والسهولة، فخدنا توجيهات بإنشاء المنصة الإلكترونية دي. عشان أقول لحضرتك أهمية المنصة الإلكترونية دي إيه، لازم أقول لحضرتك الوضع الحالي إيه، الناس بتعمل ايه حاليا. المقاول او صاحب العمل لو عنده عمليه في محافظه ما، لازم ياخد الاوراق بتاعته وياخد الاوراق الخاصه بعماله ويروح المحافظه دي يفتح فيها العمليه او المشروع. طبعا لو هو في القاهره العمليه في اسوان، هو هيسافر لاسوان. دي مشقه، جهد، تعب، مصاريف زياده، لان هو ممكن ما يخلصش عمليه في نفس اليوم، ممكن يرجع ويروح يوم تاني. يعني بيتم التسجيل هنا المنصة كده. بيوفر طبعا جهد ووقت بالظبط. دي كان من اهم اهداف المنصه، ان انا اوفر جهد، اوفر وقت، فلوس زياده بتدفع، كمان يبقى في دقه في البيانات المسجله، ان انا كنت باخد منه الداتا ورقي. تمام، بتتراجع، بتتراجع، بس مع الزحمه والتكدس قد ما يبقاش في دقه في المراجعات. فطبعا دلوقتي المنصه دي اتاحت كل ده. صاحب العمل هيرفع شغله كله من بيته، من مكتبه، من عربيته، مفيش مشكله خالص، هيرفع كل الداتا بتاعته، مستنداتها العمليه بتاعته، عماله، هيرفع ملف العمال بتاعه من مكانه، مش هيضطر ابدا ان هو يسافر المكان اللي فيه العمليه، ولا يتكبد جهد ولا اعباء ماليه اضافيه. وكمان هفصل مقدم الخدمه عن متلقي الخدمه، ده برضو احكاما للرقابه. طيب استاذ شيماء، برضو في نقطه مهمه يمكن خلينا نوضحها للساده المشاهدين. اتفضل. حضرتك بتقولي انه تسجيل العماله او العمال بيتم من خلال المقاول، ده في حاله ان هم بيعملوا في مشروع كبير على سبيل المثال، لكن في عمال لا مش موجودين تبع مقاول، او بتبقى زي ما بنتكلم انها عماله غير منتظمه، بتبقى يعني باليوم، حسب اليوم بقى في ايه، الا لو هو داخل مشروع كبير او يعني ربنا رزقه بشغل من هذا النوع يعني. لكن في ناس، في عمال حتى احنا بنشوفهم في الشارع بيبقوا قاعدين مستنيين حسب لو في شغل هنا، لو في اللي بيعمل لصالح نفسه، قصدي بالظبط كده، مش فكره لصالح نفسه، ما فيش مقاول طلبه، فهو لازم ينزل كل يوم على باب والله زي ما بيقولوا كده يستنى شغله. ده ازاي يقدر يستفيد من المنصه او من المبادره دي؟ طيب
بص يا حبيبتي، هو حاليا حتى اللي بيشتغلوا صالح مقاول او لصالح شركه، هو برضه عامل غير منتظم، بيشتغل باليوميه برضه على فكره. هو ممكن بيبقى شغال في شركه بس بيشتغل اسبوع ويمشي. ايوه، في حد يقدر هو يرفق اوراقه لحضراتكم ويقدر يتسجل؟ هو التسجيل ان العامل يسجل نفسه دي حاليا مش متاح. مش متاح ان العامل حاليا يسجل نفسه، دي محتاجه تعديل في اللوائح اللي انا شغاله بيها. وحاليا كمان في انشاء الصندوق الخاص بالعماله، هيبقى فيه هيتاح ده، بس هيتاح ده الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني مستقبلا هيتاح ان العامل يسجل نفسه، هتنزل الضوابط الخاصه بتسجيل العامل لنفسه، لكن حاليا غير متاح. ودي برضو كويس ان حضرتك فتحتي الموضوع ده، لان الحقيقه يعني عمليات النصب كتير جدا في الجزئيه دي، كتير جدا. احنا بيجي لنا رسائل كتير جدا بتيجي للعمال على الموبايلات، سجل نفسك علشان تكسب 2000 جنيه منحه، او مثلا السايبرات تعالى سجل نفسك وادفع كذا علشان اسجلك في العماله غير المنتظمه وتستفيد بالمنح. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. وضحتيها على الهواء انه بشكل رسمي اي بالزبط. عامل غير منتظم ما يقدرش يسجل نفسه حاليا فيه حاليا. بالظبط، حاليا غير متاح. دراسه لكده بالظبط كده، مستقبلا او صاحب المشروع هو اللي بيسجل عدد العمال حاليا. التسجيل عن طريق المقاول او صاحب العمل او مفتش العمل، بخلاف ذلك اي حد يقول لعامل تعالى وانا هسجلك او هرفعك على المنصه ده نصب، مفيش الكلام ده. طيب وزاره العمل ليها دور مهم جدا كمان في فكره لما يحصل اي نزاع في العمل ما بين العامل ورب العمل او صاحب العمل. تمام. صاحب المشروع يعني. هل المنصه فيها بوابه او فيها قسم او جزئيه بتتعامل مع النزاعات اللي ممكن تنشا ما بين العمال واصحاب العمل او ارباب العمل، لانه حد مثلا ما خدش حقوقه كامله، حد اتنصب عليه، الحاجات دي المنصة ازاي ممكن تعالجها وتوفر بيئة جيدة للعمل لعمالنا غير المنتظمين؟ طيب هي المنصة الحقيقة العمل فيها على مراحل. يعني احنا المرحلة الأولى حاليا اللي احنا حاليا بنجربها في اسكندرية، وحضرتك كنت سألتني ليه اسكندرية. اسكندرية هو معالي الوزير اللي اختار محافظة اسكندرية، لأن كان مطروح أكتر من محافظة، وكان الهدف ان انا اعمل تجربة فعلية. يعني أنا عايز محافظة فيها كثافة عشان أقدر أقيم البرنامج تجربة فعلية. مش عايز محافظة كثافتها قليلة وكثافة العمالة فيها قليلة وكثافة المشروعات فيها قليلة فانزل بالبرنامج كتجربة فلاقي البرنامج تمام شغال زي الفل. لا، أنا عايز محافظة فيها كم عدد عمليات كبير، يبقى بالفعل أنا بقيم التجربة تقييم فعلي. فعشان كده إحنا اخترنا محافظة اسكندرية، لأنها من المحافظات ذات الكثافة العالية في المشاريع وفي المناطق الصناعية وفي تسجيل العمالة كمان. دي النقطة بس اللي حضرتك سألت فيها. بالنسبة للمراحل، إحنا حاليا في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تسجيل العمالة والإفادة، اللي هي إن يطلع للمقاول أو صاحب العمل ده كيو آر كود ياخده لجهة إسناده اللي هي موقفة مستحقاته الحين ما يجي لها إفادة إنه دفع اللي عليه. فدي المرحلة الأولى. طبعا في مراحل تانية. المرحلة اللي بعد كده إن العامل يترفع برضو المنح بتاعته أو المستندات الخاصة بالرعايات برضو إلكتروني، سواء عن طريق أو عن طريق الشركة اللي هو مسجل فيها. المراحل التانية برضو هتعالج الحاجات اللي حضرتك طرحتها حاليا. لكن هل إحنا حاليا ما بنعالجش النزاعات؟ لا طبعا بتتعالج، بس بتتعالج عن طريق مكتب العمل وعن طريق إدارة علاقات العمل. أي نزاع بينشأ ما بين صاحب عمل وعامل في إدارات مختصة في مكتب العمل اللي موجود في كده. كل مديرية في مكتب العمل يا فندم، في إدارة علاقات العمل بالظبط كده، ويحط شكوى في إدارة علاقات العمل المختصة، وفي إدارة مركزية طبعا في الوزارة. العامل من حقه أنه يرفع شكوته، بيتم بحثها والتحقيق فيها، وإذا تم حل الموضوع بالشكل الودي تمام، وإذا ما تمش بتحال للمحكمة. طيب يعني برضو عشان نكون واقعيين، يعني احنا عارفين ان العماله غير المنتظمه او هذه الفئه، يعني خلينا نقول ان هي غير ملمه بشكل كافي بوسائل التكنولوجيا اللي تقدر من خلالها هو يتقدم لحضراتكم حتى من خلال المنصه عشان يقول انه في ظروف مكحفه تعرض ليها، او انه لم يتلقى حقوق، او ما الى ذلك ايا كان الوضع. هل في من خلال حضراتكم مثلا، يعني حضرتك قلتي ان بالفعل بيبقى في جولات ميدانيه عشان تتاكدوا من المعلومات اللي قدمها المقاول، لكن هل بيكون في اليه متابعه، بلاش نقول مراقبه، متابعه حتى لظروف العمل، للبيئه اللي العمال بيتحطوا فيها اثناء العمل؟
ايوه طبعا. بص حضرتك احنا عندنا ده بيبقى تفتيش بشكل دايم ولا بيبقى بشكل دوري؟ يعني بيبقى هو ده شغله يعني. احنا عندنا تفتيش عمل وعندنا سلامه وصحه مهنيه. شغل مفتش تفتيش العمل الميدان، هو اسمه تفتيش ميداني، هو شغلته في الشارع. هو بينزل المشاريع دي يتاكد من تطبيق مواد قانون العمل اللي هي ايه، الاجر، بياخد اجر ولا لا، ظروف المعيشه، التنقلات، هو ده شغله، ان هو بينزل موقع العمل يتاكد من ان العامل ده بيطبق عليه قانون العمل او بيحظى بالمميزات اللي ليه، الاجر بتاعه خده، ساعات العمل بتاعته ما بيشتغلش اكتر منها، الانتقالات، المعيشه، كذلك السلامه والصحه المهنيه، بينزل برضو موقع العمل عشان يتاكد ان العامل ده مؤمن، هل السيفتي بتاعه موجود، هل ما بيتعرضش لمخاطر، ولو في اي تجاوزات من صاحب العمل بيتعمل انذارات وبيتعمل محاضر، يعني مش متسابة كده لاهواء اصحاب الاعمال يعملوا اللي هم عايزينه، في قانون بيحكمنا جميعا. طبعا كلام مهم جدا يا استاذ شماء، بنشكر حضرتك على كل التفاصيل، خاصه انه قطاع العماله غير المنتظمه او ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي او الاقتصاد الموازي بيمثل نسبه كبيره جدا، محتاجه تقنين ومحتاجه كمان متابعه مستمره لاوضاع من يعمل تحت في القطاعات غير المنتظمه. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الاستاذه شيماء عبد الله، مدير عام الاداره العامه لرعايه العماله غير المنتظمه بوزاره العمل. صباح الخير على حضرتك، نورتي. صباح الفل، شكرا لحضرتك. شدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مكتبة اسكندرية، نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، نظمت معرض أجندة اللي بيشارك فيه حوالي 152 عمل فني لفنانين من 11 محافظة على مستوى الجمهورية. المعرض بيقدم لنا رحلة فنية ملهمة جدا من خلال مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المتميزة في مجالات مختلفة، في النحت والخزف والرسم وغيرها من الفنون الإبداعية. صحيح، خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على تطبيق او عبر تطبيق زوم الفنان محمود هجرس، منسق معرض اجنده الفني مكتبه الاسكندريه. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، اهلا بيكم. اهلا بيك. يعني في البدايه لو حضرتك تعرفنا اكتر على تفاصيل الاعمال اللي اشتمل عليها المعرض، هل في قطاعات فنيه معينه تم التركيز عليها؟ هو المعرض شارك فيه 152 فنان، وده حصل من خلال إعلان اتعمل على موقع المكتبة الرسمي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. اتقدم فيه حوالي 748 فنان وفنانة من مصر من محافظات مختلفة، واتعمل لجنة اختارنا منهم ال 152 مشارك. الأعمال في مختلف أنواع الفنون، التصوير والنحت والرسم والخزف والفيديو آرت والتصوير الفوتوغرافي. والحقيقة اللي بيميز أجندة إن بيشارك فيها الفنانين من كبار القامات الفنية الكبيرة ومن الفنانين الشباب. جميل. المواضيع إحنا بنسيبها حرة واللجنة بتختار بشكل يعني فيه حرية علشان تنقي أحسن أنواع الأعمال أو أكثرهم جودة للعرض. جميل. أستاذ محمود، يعني اسكندرية دايما هي مدينة الفنون يعني، ودايما بتحتضن إبداعات مختلفة من كل أماكن في العالم مش بس في مصر. عايز أسأل حضرتك، اللجنة اللي وضعت هل كان في شروط معينة، شروط فنية أو شروط جمالية لاختيار الأعمال اللي هتشارك في معرض أجندة؟ الحقيقة إحنا اللجنة دايما اعتدنا من سنين إن إحنا ما نذكرش اسمها علشان تدي حريه واستقلاليه ليهم وما يبقوش يشعروا بالحرج من زملائهم، لان هم في النهايه فنانين موجودين في المجال. فهي بتختار بمنتهى الحريه العمل الكويس. ده مش معناه ان اللي اترفض مش حلو، لا، اللي اترفض حلو، بس العدد كبير جدا، والقاعات بتاعت المكتبه تعتبر من اكبر قاعات العرض اللي موجوده في مصر، بس هي ما تستحملش اكتر من العدد ده، يعني في حدود ال 150 فنان. ده كويس جدا. طيب، يعني حضرتك بتقول ان في عدد محدد للفنانين، تم اختيارهم على اي اساس يا فندم؟ تم اختيارهم على اساس المقارنه بينهم وبين الاخرين في احسن عمل موجود.
واحنا بنحدد تقريبا عدد معين للاعمال اللي توضع على الحوائط والاعمال المجسمه اللي تكون موجوده في القاعه. فعلى الاساس ده بنبقى محددين عدد معين، بنقعد نختار الاحسن، وبعدين بنعمل اكتر من فرز، يعني حوالي 3 مرات بيتعمل الفرز لحد ما نوصل للعدد المناسب اللي يشارك في المعرض. طب استاذ محمود، يعني المشاركه في حد ذاتها في معرض اجنده ده مكسب لاي فنان انه يعرض ابداعاته المختلفه، لكن هل المسابقه وضعت جوائز معينه، مثلا جوائز تحفيزيه لبعض الفنانين؟ هل في فرع للجوائز للمسابقه ولا هي بس مشاركه حره للفنانين؟ هي مش مسابقه، هي انت تقدر تقول عليها معرض عام، يعني ده بقاله 17 سنه بيتعمل. احنا خارجين من قصه المسابقه ومن قصه الجوائز، هي اعمال بتتعرض بتمثل الحركه الفنيه المصريه، بعيد عن قصه الجائزه، لان هي عمل مميز والفنانين ده بالنسبه لهم مكسب انه يعرض في مكتبه اسكندريه، من الفنانين الشباب ومن الفنانين الكبار وجوده في المكتبه والمكتبه بتحتضن اعمالهم، دي بتبقى حاجه كويسه للجميع. طيب استاذ محمود، اخيرا ازاي بيتم التسويق للمعرض؟ التسويق بيتم من اشكال كتيره، يعني طبعا من زمان كنا بنستخدم البوسترز والمطبوعات الورقيه بس، لكن دلوقتي بنستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي، كمان الفنانين بيساعدوا من خلال الصفحات بتاعتهم للتسويق للمعرض. بيتم عن طريق المكتبه والويب سايت بتاع المكتبه والصفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بالمكتبه والفنانين نفسهم. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الفنان محمود هجرس، منسق معرض أجندة الفني بمكتبة الإسكندرية، شكرا لحضرتك. دلوقتي معادنا مع جولة لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا بصحبة سلمياء حمدين، نروح لكلمياء مرة تانية، تفضلي. شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق الإسماعيلي اللي رجع لطريق الانتصارات بعد ما قدر يفوز على سيراميكا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة ال 12 من عمر مسابقة الدوري، وبيحتل الإسماعيلي المركز ال 14 بجدول ترتيب الدوري وبرصيد 11 نقطة، وبيحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة. ونادر فرج جناح فريق الإسماعيلي فاز بجائزة رجل لمباراة فريقه، وده بعد اختياره من رابطة الأندية المصرية، وده بعد ما قاد فريقه للانتصار على سيراميكا كليوباترا بعد تسجيله هدف وصنع آخر. فريق بلدية المحلة فاز على فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن الجولة ال 12 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، بكده بيحتل فريق بلدية المحلة المركز ال 12 بجدول ترتيب الدوري وبرصيد 13 نقطة، وفريق مودرن فيوتشر في المركز ال 11 برصيد 13 نقطة برضه. محمود ماهر حارس مرمى فريق بلدية المحلة حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر بعد اختياره من رابطة الأندية المصرية المحترفة. مشاهدينا، النهارده الأهلي عنده لقاء مهم مع شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لقاء المؤجل من شهر ديسمبر اللي فات بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. ومبارح كمان تم الإعلان أو أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي تقديم التوأم حسام وإبراهيم حسن. خلونا نتكلم أكتر عن المؤتمر النهارده ورسائل حسام حسن والتشكيل المتوقع للأهلي مع محمد عراقي الناقد الرياضي. صباح الخير. صباح
صباح الخير يا زلمي، اهلا بيكي واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك، وكلمنا ازاي شفت المؤتمر امبارح والتصريحات اللي قدمها حسام حسن امبارح في المؤتمر. يعني كانت تصريحات توضيحيه بشكل كبير، اكيد الراي العام كله كان حابب يسمع كابتن حسام حسن بشكل موسع وبيرد على الاسئله كلها. اكيد طبعا بعد تعيين كابتن حسام حسن كمدرب وطني لمنتخبنا الوطني كان في تساؤلات كتير في الشارع، تعاملاته طبعا مع النجوم، تعاملاته مع اللعيبه المحترفين، اليه اختياره للعيبه في الفتره اللي جايه، طريقته طبعا في التعامل، خصوصا ان في طبعا معسكر قريب في الامارات ان شاء الله هيتخلله عدد من المباريات الوديه. الكلام طبعا من كابتن حسام وكابتن ابراهيم التوأم كان واضح بشكل كبير ان هم لما تعرض عليهم بطوله الامارات وافقوا على الفور، لان هم شافوا ان هي بطوله طبعا هتجهز اللعيبه بشكل كبير للمباريات الرسميه قبل طبعا تصفيات كاس العالم. وبغض النظر عن النتائج اكيد المباريات شبه كده هتكون افضل من التدريبات. كابتن حسام كمان اكد على ان علاقته كويسه جدا بكل اللعيبه وعلى راسهم طبعا محمد صلاح. صحيح، وقال كمان ان احنا هنشوفه بشكل مختلف الفتره اللي جايه. مظبوط، كلامك مظبوط فعلا، واكد ان هو علاقته جيده جدا بكل اللاعبين وعلى راسهم محمد صلاح طبعا. والقصه اللي قالها فعلا اللي يعني كانت مهمه جدا ان هو صلاح هيظهر معاه بشكل مختلف الفتره اللي جايه. اكد كمان ان كل اللعيبه تحت المنظار، مفيش لعيب هيكون خارج الاختيارات بسبب بقى قصه السن، بسبب قصه الاعتزال الدولي، لا كل اللعيبه، اي لعيب هيكون مفيد للمنتخب هيكون كابتن حسام باستدعائه بدون اي مشكله. اكد كمان ان يعني هو بيشكر طبعا الشعب المصري ان هو كان ليه دور طبعا في اختياره، ان كان في طبعا يعني اجماع بشكل كبير جدا داخل اوساط الشعب المصري. وشكر الشعب المصري وشكر القياده السياسيه، لكن كمان اتكلم على الجمهور وانه هيتواصل مع احمد دياب في الموضوع ده، كلمنا عنه بشكل يعني اكثر توضيحا. يعني هو طبعا اكيد الكوره من غير جمهور اكيد ملهاش لازمه زي ما بيقولوا، الكوره بتلعب اساسا لامتاع الجمهور. فبالتالي قصه طبعا الحمد لله الفترات الاخيره بعد ما كان ما فيش جمهور خالص طبعا، الحمد لله طبعا القيادات السياسيه والقياده الرياضيه في مصر قدرت ان هي ترجع الجمهور بشكل جزئي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كمان. هو طبعا بيتكلم على استاذ احمد دياب بما انه رئيس الرابطه طبعا، رابطه الانديه المصريه، فبالتالي هو اللي ان شاء الله باذن الله هيتواصل طبعا لحضور عدد اكبر من الجماهير. هو شايف ان حضور الجماهير في الملاعب يعني هيكون ليه مردود ايجابي جدا على اللعيبه، خصوصا لما اللعيبه بتروح تلعب بره مصر وبيكون في جمهور كتير، في بعض اللاعبين ما بيكونوش واخدين على الاجواء دي، فهو حابب ان الدوري المصري يكون اكثر تنافسيه، الدوري المصري يكون اكثر حضور جماهيري طبعا عشان اللعيبه تبقى واخده على الاجواء دي، ويوم لما تطلع تلعب في تصفيات كاس عالم او تلعب في بطوله كاس افريقيا تبقى يعني واخده على الاجواء دي، لان اكيد الحضور الجماهيري اثر علينا في البطوله الاخيره وفي لعيبه ظهرت بشكل يعني متدني طبعا في حضور الجماهير. ولكن ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه الموضوع يختلف ويقدر يعني اتحاد الكوره بالتنسيق مع رابطه الانديه مع الجهاز الفني المنتخب الوطني يظبطوا كل الحاجات ديت الخاصه باليه مسابقه الدوري العام. بالتاكيد، لكن خلينا بسرعه نعدي كده على ماتش النهارده بتاع الاهلي، وهتشوفه ازاي او متوقع ايه النتيجه؟ يعني طبعا اكيد مباراه بعد غياب طويل، الاهلي بقى له فتره كبيره جدا ما لعبش مباريات رسميه طبعا في ظل الارتباطات الرسميه لمنتخبنا الوطني. مباراه اكيد في الجزائر، مع معروف طبعا الجمهور الجزائري بحماسه الشديد لكره القدم، فريق شباب بلوزداد من الفرق المحترمه من الفرق الوعيده، الاهلي كمان عنده غيابات كتير ولاعيبه مؤثره، بنتكلم في بيرسيتاو، بنتكلم في وسام ابو علي، بنتكلم في اليو ديانج، لعيبه مؤثره، غير طبعا في كتيبه كبيره جدا من اللعيبه المصابه، ولكن ان شاء الله كلنا ثقه في رجالتنا لعيبه النادي الاهلي ومستر كولر المدير الفني ان هم يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه في المباراه دي، لان طبعا المجموعه يعني النقاط فيها قريبه، الاهلي عنده دلوقتي 5 نقط، ان شاء الله الفوز بالمباراه يقربه بشكل كبير من الصعود على المجموعه باذن الله. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا استاذ محمد عراقي ناقد رياضي، ومره ثانيه نرجع لجمانة ام محمد نكمل معاهم فقراتنا. نشكرك يا رامية، شكرا جزيلا. خلينا نروح مع حضراتكم لفقره مهمه جدا الحقيقه، انه يعني خلينا نقول انه من اهم اعمده اي مجتمع متحضر ومجتمع متقدم هي الاسره. اذا اردت مجتمع متقدم ومتحضر ومجتمع حقيقي سليم لازم تستثمر في كيان الأسرة، إذا أردت مجتمع معتل أو غير سوي اهدم الأسرة الموجودة في هذا المجتمع. الأسرة هي كيان واحد، يعني بمنتهى البساطة لازم الأبناء يكونوا حاسين باللي بيقوم بيه أبائهم، وفي نفس الوقت الأباء مدركين ومقدرين وفاهمين الاحتياجات اللي ولادهم محتاجينها، مش الاحتياجات المادية لكن حتى الاحتياجات النفسية
الموجودة حواليهم ويقدروا يقيموا بالفعل العالم حواليهم عامل ازاي. كمان في المقابل في دور تاني للأسرة، فكرة الدعم النفسي ليهم في أوقات الأزمات، وفي عوامل كتير جدا لازم الأباء والأمهات تقدر تقدمها لأولادهم والعكس. هي الأسرة هي الخلية الأولى في بناء أي مجتمع، زي ما أنت قلت يا جمانة، كلنا نفسنا تبقى الأسر أسر سوية، يعني مفيش بيت ما بيخلاش صراحة من الخلافات والمشاحنات وبعض الهموم اللي بتحصل. لكن السؤال اللي لازم نسأله، إزاي ندير خلافاتنا وقت الأزمات في البيت؟ إزاي الأب يدير أي مشكلة مع أولاده، يتجنب الخلاف المباشر معاهم، يخفف عنهم نفسيا؟ التربية بتبقى صعبة جدا. على هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فعلى ضوء السنة النبوية الشريفة وضوء تعليم ديننا السمح، هناك قيم مهمة جدا لإعلاء قيمة الأسرة والتماسك الأسري. ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا اللي منورنا في فقرتنا في صباح الخير يا مصر، الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف. بنرحب بيه ضيف عزيز في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الأنوار والبركات. نبدأ بأهمية الأسرة. أي مشكلة بتحصل في المجتمع بيبقى بدايتها أو جذورها أن بدأت من خلال أسرة غير سوية نفسيا واجتماعيا. إصلاح الأسرة هو إصلاح للمجتمع بأكمله، صح؟ أحسن. بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وإحنا في صباح يوم الجمعة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك، الجامع لأسرارك، الدال عليك والموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها يا ربنا الفرج والبركة والتيسير، وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام، وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه الأعلام، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بشكر حضرتك وأستاذتنا على هذه المقدمة الجميلة وعلى هذا الترحاب. وبالفعل حضرتك بتكلم عن موضوع أهم موضوع في الحياة، هو ربنا خلقني ليه أساسا؟ أصل خلق ربنا للإنسان، وإن ربنا يجعل الإنسان خليفة له جل وعلا في أرضه، زي ما ربنا قال في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب دوري إيه في هذه الأرض؟ قال للعبادة، سورة الذاريات ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال للغاية الثانية من الخلق هي العمران، إن أنت تعمر الأرض دي. لذلك قال لي كده: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى خلقني عشان أعمر الدنيا، لذلك جعل لي الأرض بكل اللي فيها، سخروا الخدمة مين؟ لخدمة الإنسان اللي كرمه ربنا، وقال: ولقد كرمنا بني آدم، وقال لي كده: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني اتمتع بكل اللي فيها. لذلك كان أصل من أصل خلق ربنا للإنسان إنه جعل ذكر وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين. طب خلقهم ليه؟ للتكامل، عشان في ذكر وفي أنثى، ميل أور فيميل، عشان يعمروا الدنيا. وليه؟ ينشئوا العمران في الأرض. طب من العمران الاستقرار، تكوين أسرة. من العمران التربية، من العمران إن أنا أنشئ أسرة سوية سليمة. طب ده اللي عاوزين حضرتك بتقوله دلوقتي، هو أي مجتمع بيتكون من إيه؟ الناس لما بتسمع بنقول الأسرة هي لبنة بناء المجتمعات، هي النوى الأولى لبناء المجتمع، ناس كتير بتستغرب بتقول ده كلام كبير. لا، بالفعل صحيح. أي مجتمع بيتكون من مجموعة من الأسر. طيب إذا صلحت الأسرة دي، صلح عند المجتمع. يبقى أنا عندي الأصل في المجتمع أسرة، لذلك الأسرة مستقرة تديني مجتمع آمن. هبص على الأمن الأسري، هيتحول ده على الأمن المجتمعي. بمعنى عندي زوج وزوجة من الأول اختاروا بعض عن حب، وده اللي بنطلبه من الشباب دلوقتي، الاختيار الصح. عشان حضرتك بتكلم بعد كده، أنا عندي أولاد هيتربوا إزاي؟ ده بينشأ من الأول من الاختيار الصحيح.
ده اللي علمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا كده: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال للبنت: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لذلك حتى علماء علم الاجتماع وعلماء التربية وعلم السلوك، واحد زي العالم الفرنسي هابرت مونتجار، ده عالم كبير قوي في السلوك وتربية الأولاد، بقول كده، بقول: لقد بحثت طيلة حياتي عن الأولاد أصحاب الشخصية القوية، فرأيت أنهم يجيئون من بيت ينتشر فيه الحب. جميل. بمعنى أن الولد عشان أشوفه سوي نفسيا، عنده صحة نفسية، عنده سلام داخلي، أشوفه ولد بالفعل قائد في مكانه، له شخصية كويسة، ببص على البيت بتاعه. صحيح. ببص الأب والأم بيتعاملوا إزاي. طب لقيت الأب والأم في حب في البيت، الولد ده هيعمل إيه؟ هينعكس عليه، لأن الولد ده مرآة للبيت بتاعه، والبنت دي مرآة للبيت بتاعها. لذلك إحنا بنتكلم عن الأسرة، بنقول هي لبنة بناء المجتمعات. طيب بعد كده اللي حضرتك بتتكلم فيه، كيفية التفاهم بين الأب والأم، لما نيجي عند ديننا الشريف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنلاقي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نعيش لحظات الحب. لحظات الحب ممكن احنا بنختزل لحظة الحب بين كلمة الزوج هيقولها للزوجة، غلط والله. كلمة حب سيدنا النبي عاش بيها طيلة حياته، كل حياة سيدنا النبي كانت حب صلى الله عليه وسلم. كان يقول عن ستنا السيدة خديجة: إني قد رزقت حبها. الله، شفت الجمال؟ هو مش عيب ولا حرام أقول لمرات أنا بحبك؟ والله مش عيب ولا حرام. ده لما تسأل سيدنا النبي على العلن بتحب مين، يقول: من الرجال أبو بكر ومن النساء عائشة. وكان بيرفع إيدين ربنا، شوف الدعاء الجميل بقى، يرفع إيدين ربنا ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، يعني عدلي بين زوجاتي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الميل القلبي. شوف، لذلك ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل لحظة الحب اختزلت بين الزوج والزوجة بس؟ لا، ده لحظة الحب عاشها مع بناته. سيدنا النبي تدخل عليه ستنا السيدة فاطمة، يوم يقف لها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي بنت صغيرة بس سيدنا النبي بعرفها كيانها، بديها البرستيج بتاعها قدام الناس. يقوم يقف سيدنا النبي وهو قاعد في المجلس وسط الصحابة، تدخل عليه ويروح واخدها بين ايديه، حضنها كده ويقبلها بين عينيها، مش بس كده يقول لها يلا يا بابا بقى عشان ورايا ميتنج وشغل ومش فاضي، لا، ويفرش عباءته. صحيح. لتجلس عليها، يعني تقعد جنبه. يا سلام، هو ده الأدب، هو ده الحب، هي دي اللحظة اللي سيدنا النبي علمها لي. طيب هل وقف الحب عند ده وخلاص؟ لا، ده حتى في العبادات كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف يصلي وهو شايل ستنا السيدة أمامة، ستنا أمامة بنت الربيع بن العاص بنت ستنا السيدة زينب، يقف يصلي معقول بالمسلمين وهو شايلها؟ يجي يركع يحطها جنبه يسجد، وبعد كده وهو قايم يشيلها تاني. يا سلام على رحمة سيدنا النبي. هو ده سيدنا النبي، ربنا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني لنا في رسول، في رسول الله أسوة حسنة أكيد، بس خلينا نحاول نطبق بقى ده على قد ما نقدر على أرض الواقع في رتم الحياة السريع جدا والانفتاح الكبير جدا للأسف، اللي حتى يمكن أسرنا ومجتمعاتنا بقت منفتحة عليه بشكل كبير، ويمكن حتى ما خدناش وقت إن احنا نعرف الفوارق. يعني فجأة لقينا نفسنا منفتحين على مجتمعات وثقافات مختلفة علينا تماما. فكرة التعامل، خلينا نبدأ زي ما حضرتك قلت بالزوج والزوجة، في لحظة الخلاف التعامل بيكون إزاي؟ يقدروا يحلوا الخلاف ده إزاي؟ أحسنتي. لما هنتكلم عن إدارة أزمة وإدارة خلاف، مفيش بيت في الدنيا مفيهوش خلاف. بيت حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأنموذج الكامل صلى الله عليه وسلم، كان في بعض الخلافات والمشاكل. طيب كيفية الاحتواء؟ ده راجع برضو لكيفية الاختيار، وأنا بختار شريكة حياتي، والله أنا بختار على صح. للأسف بعض الناس عادت بتخبي دلوقتي الشخصية بتاعتها في فترة الخطبة، كل واحد بيتجمل. صحيح. للتاني، وكل واحد بيظهر أحسن ما عنده، بل إن بعض الناس تمادت عادت بتلبس أقنعة في فترة الخطبة إن أنا الكويس وأنا محترم وأنا ما بتكلمش والبنت صوتها ما بيعلاش، وباجي بعد كده بعد الجواز بلاقي الحال تغير،
ليه؟ عشان في فترة دي مش خطبة، دي فترة تصنع للأسف احنا بنعملها، إنما الشرع الشريف جعل لنا الفترة دي عشان المعاملة، عشان حضرتك أعرف أستاذنا لو أنا عملته. الدين حتى بيقولوا الدين المعاملة. صحيح. المعاملة ده مش حديث عن سيدنا النبي، بس ده مأخوذ من أحاديث حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده حبوا بعض واتجوزوا. فضلت الشيخ هنكمل طبعا كلامنا مع حضرتك، لكن أعذرنا نروح لموجز التساعة ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك يا فندم. مشاهدينا موجز التساعة مع لميا حمدي، تفضل يعني. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تناول الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل الى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين. واوضح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاتصال تناول ايضا جهود مصر لانفاذ المساعدات الانسانيه بكميه كبيره وكافيه لاهالي القطاع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حذر خلال الاتصال من خطورة التصعيد، مؤكدا أهمية العمل على وقف اتساع رقعة الصراع وضرورة تفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظيره البرازيلي لولا دي سيلفا عكست حجم التوافق بين البلدين إزاء مختلف الملفات والقضايا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، أوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكبر قدر ممكن. وقال الرئيس السيسي إنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية المختلفة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتنسيق التعاون الثنائي. حققت مصر نجاحا جديدا يضاف لسجل نجاحاتها على الساحة الأفريقية بانتخابها عضوا بمجلس السلم والأمن الأفريقي من عام 2024 إلى عام 2026. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن مصر حصلت على 44 صوتا من إجمالي 46 صوتا للدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ممن يحق لهم التصويت، وذلك بعد ترشحها لعضوية المجلس عن إقليم دول الشمال. ويعكس هذا التأييد الواسع ثقة الدول الأفريقية الشقيقة في قدرة مصر في هذا الملف الحيوي، والتي برزت في العضويات المتعاقبة لمصر في مجلس السلم والأمن الأفريقي وآخرها خلال عامي 2020 و2022. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي تنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 من فبراير الحالي. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية على هامش المؤتمر لاستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة. هذا ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلا عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية. طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا إقرار تدابير طارئة إضافية بسبب اعتزام إسرائيل توسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح. وقالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل وضع الأعمال القتالية في غزة ككل، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا. وفي وقت سابق من الأسبوع طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين في رفح. أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحرية عن وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، مؤكدا أن السفينة وأفراد طاقمها بخير. وأفادت وكالة العمليات التجارية البحرية التابعة للمملكة المتحدة أن السفينة أبلغت عن وقوع انفجار على مسافة قريبة منها شرق عدن.
مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود مرة أخرى إلى زملائي لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك لمياء، والحوار مازال مستمر مع الشيخ سيد عرفة عضو المجلس العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف. وكنا بنتكلم فضيلة الشيخ سيد قبل الموجز مباشرة عن إدارة الخلاف داخل الأسرة ما بين الزوج والزوجة. إذا انتقلنا إلى مرحلة الأبناء، يعني إذا حدث مثلا خلاف أو مشحنة ما بين أبنائي، كيف أتعامل هنا كأب أو كأم، وكيف أدير هذا الخلاف أو الصدام اللي بيحصل داخل الأسرة؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الزوج والزوجة سكن لبعض، بمعنى السكن بمعنى الاحتواء. ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الجواز آية من آياته سبحانه وتعالى في سورة الروم آية 21، ويقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليرب قال لتسكنوا إليها. بعد السكن هيجي مودة ورحمة، بل إن ربنا وصف الزوج والزوجة في سورة البقرة قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هو ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لي المثل بإيه؟ الأقرب حاجة لجسم الإنسان الثياب أو التيشيرت أو الجلابية اللي هو لابسها، كذلك الزوجة بالنسبة للزوج أقرب حد ليه، والزوج بالنسبة للزوجة أقرب حد ليها. إذن ربنا بيقول لي هنا لما يكون بينكم خلاف ما توسعوش الدايرة دي، بمعنى إن الخلاف يمتد للأولاد، إن الخلاف يمتد للأهل، إن الخلاف يمتد للجيران، إن الخلاف يمتد للعيلة. للأسف إحنا كده بنوسع دايرة الخلاف. لو في أي خلاف بين الزوجين، الحل ما بيكونش غير بين الاتنين، ولابد إن إحنا نتفهم بعض، بمعنى الصوت العالي والتزعيق والخناق، أو إن إحنا نغلط كل واحد فينا يغلط تاني، أو إن كل واحد شاف إن أنا اللي على صح بس. لا، حضرتك لازم الزوج والزوجة يتكلموا مع بعض، وده مبدأ عمله حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من 1445 سنة. تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طالع يحارب، طالع في صلح الحديبية، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رايح يعمل عمرة، وخد الصحابة وقال لهم أنا عاوز أعمل عمرة، وخد مع الصحابة وبعث سيدنا عثمان بن عفان، فقريش خدت سيدنا عثمان وحبسته 3 أيام، فشاع بين الصحابة أن سيدنا عثمان قد قتل، وسيدنا عثمان سيدنا النبي بعته عشان هو كريم في قريش، يعني صاحب نفوذ ومكانة ومش هيقدروا يعملوا في حاجة. فلما سيدنا عثمان تأخر 3 أيام، الصحابة بيعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والبيعة دي موجودة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعوا سيدنا النبي، واتفق سيدنا النبي أنه هو يحارب. وبعدين دخل سيدنا النبي الخيمة بتاعته، كان معاه زوجته ستنا أم سلمة، قالت له حضرة سيدنا النبي أنتوا اتفقتوا على إيه؟ انظر أنا عاوز أجيبك لحتة أهو، إن سيدنا النبي دي حالة حرب، وسيدنا النبي اتفق مع الصحابة على حاجة، ودخل الخيمة بتاعته وزوجته معاه. كانت الزوجة ملهاش علاقة بالحرب قبل كده، مش هقول لك ده مشكلة في البيت ولازم الاتنين يحلوا مع بعض عشان الاتنين واحد، لا، دي مشكلة في الحرب. تخيل ان ستنا ام سلمة بتكلم سيدنا النبي تقول له انتوا اتفقتوا على ايه وبتاع، فقالت له لا يا سيدنا النبي انا رأيي ان احنا نعمل 1-2. تخيل سيدنا النبي هيخرج للجيش، الجيش ده فيه اكابر الصحابه، فيه سيدنا ابو بكر وفيه سيدنا عمر وفيه سيدنا علي وفيه اكابر الصحابه. تخيل سيدنا النبي يخرج للجيش ويغير رايه اللي اتفق مع الجيش عليه، عشان خد براي مين؟ ستنا ام سلمة. ناس كتير هتقول لي طب انا كده هيقلل من نظري وسط الناس، هرجع في كلامي. يعني من قيمه المراه حتى في حياه الرسول وفي حياه يعني في الاسلام بشكل كبير جدا، اني استشير المراه في الامور الحياتيه. ده سيدنا النبي، انا بقول لحضرتك ده مش في امور البيت، ده امر خارج كمان. سيدنا النبي استشار ستنا ام سلمة وخد راي بستنا ام سلمة على رضوان الله عليها. ده سيدنا النبي بيعلمنا الحديث الجميل اللي انت قلته، خيركم خيركم لاهله، وانا حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله. ربنا نزل سوره كامله اسمها سوره الشورى، قال وأمرهم شورى بينهم. ما أنت بتقول لي أنا بحب، الحب ده محتاج كلام، وكلام عميق كمان شوية، لذلك بيقولوا كده الديب كونفرزيشن، المحادثة العميقة، بمعنى أن احنا نتفهم بعض، يكون بيننا وبعض قابلية للكلام والسعة حتى في الخلافات والمشاكل. يعلمونا كده من اتسع صدره على قدره، على قدره عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. لأن أنا مصبر على زوجتي اللي هي الأصل حتة مني، أنا بصبر عليها عشان إحنا الاتنين واحد.
طبعا. عشان مش عاوز صوتي يعلى قدام الأولاد. للأسف احنا دلوقتي عاملين ولادنا ضغط علينا في حياتنا، بمعنى ان كل مشكلة قدام الأولاد، كل مشكلة شايفين ان بابا. ده للأسف بناخده يا فندم في نطاق التربية الحديثة، ان هم لازم يبقوا شايفين كل حاجة وعارفين كل حاجة. سريعا يا مولانا اسمح لي أسأل حضرتك، الفرق بين النقاش والفرق ما بين زي في ناس بتطلق عليه برضو عقوق الوالدين، في لبس في الموضوع ده، امتى يبقى مناقشة بين الأب أو البنت وأولياء الأمور، وامتى ترقى لعقوق الوالدين؟ أحسنت، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ولكن حتى كده هو الأصل مش في التربية الحديثة أن كل حاجة تكون قدام الأولاد، الأصل أن كل شيء كويس يكون قدام الأولاد، إنما لو في خلاف أو في أي شيء بنخبيه عن الأولاد. ده المفروض، بس للأسف هم بيطلقوا عليه ده. أما هو للأسف إحنا بنستخدم المصطلحات خاطئة. صحيح. لا، عمر ما الأولاد يشوفوني أنا ووالدتهم زعلانين، حتى لو زعلانين بيننا وبين بعض، إنما قدامهم عشان الأولاد. الأولاد هيحسوا وعارفين كل حاجة وعارفين. أنا مش عاوز السلام النفسي بتاعهم ينكسر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بقعد كده هو عنده طفل صغير بيأكل في البيت، وستنا مسلمة كده كان ابنها ابن زوجة سيدنا النبي، كانت إيده بتطيش في الصفحة، فسيدنا النبي يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ده سيدنا النبي بعلمه صلى الله عليه وسلم هو. طيب أنا دلوقتي إزاي الكلام ما يكونش مجادلة؟ للأسف بعض الناس في طرق التربية دلوقتي، أنا تربيت من 30 سنة، تربيت في القرية وتربيت على حفظ القرآن وتربيت، طيب الوسائل والبيئة اللي حواليا كانت مهيئة لده، والنفسية بتاعتي كانت عندها استعداد لتلقي ده، إنما ابني دلوقتي أو بنتي دلوقتي ما عندوش استعداد إنه في السن بتاعي اللي أنا كنت فيه حفظ قد كذا يحفظ زي القابلية بتاعته صغيرة. ليه؟ عشان هو في زمن تطور الزمن والسوشيال ميديا وما إلى ذلك. للأسف بعض الأباء عندهم خلط، عاوز يربي ابنه بالتربية اللي هو تربى بيه، وشايف ان انا دخلت مدارس عاديه لا انا اصرف عليك ليه في مدارس، لا حقه عندك التعليم. صحيح. وان انت تستثمر فيه، وده الصح مش غلط. طيب هو شايف كده، لا ابنك مش هيتربى بالتربيه اللي حضرتك اتربيت بيها، فلازم يكون حاله يعني تاقلم. يعني خلقنا لزمان غير زماننا زي ما بيقولوا، يعني هم خلقوا لزمان غير الزمن اللي احنا عشنا فيه. أحسن. بشكل كبير اشكرك شكرا جزيلا الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه بمشيخه الازهر الشريف، على كل هذه المعلومات وعلى هذا الحضور. وبندعو الله طبعا يعني اللهم يحفظ بيوتنا وأهلنا ويزرع فيها الراحة والسكينة والسلام والطمأنينة في كل بيوتنا، أمين يا رب. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نصبح على حضراتكم مرة تانية. حالة من عدم الاستقرار الجوي بنشوفها الأيام اللي فاتت، مش بس في مصر، لا ده كمان في العالم كله، اللي شاهد موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية غير مسبوقة. اليوم الواحد بقينا بنشوف فيه الأربع فصول، شوية حر شوية برد ومطر كمان. ده اللي أرجعه عدد كبير جدا من خبراء البيئة، أنه أحد تبعات التغيرات المناخية اللي بقت حقيقة واقعية بنعيشها في حياتنا كل يوم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عما يشهده العالم من دكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب. نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني في البداية خلينا نلقي نظرة على يعني أهم الظواهر الناتجة عن تغير المناخي في العالم. زي ما كان محمد بيتكلم دلوقتي فندم، فعلا اليوم بقى بجد يعني أربع مواسم، كل ثلاث ساعات جو. هل يعني خلينا نقول انه مفهوم حتى المناخ تغير في العالم كله؟ هو تعبير دقيق، يعني هو فعلا في تغير مناخ، لكن تغير مناخ شديد العمق. يعني احنا ساعات بناخد الظاهره عشان نشوف مدى تاثيرها، فبنقول المده الزمنيه اللي بتقعد فيها، هل 3 ايام، هل اسبوع، هل شهر، هل شهرين، ودي اول حاجه بنقيسها. يعني تاني حاجه بنقيسها تاثير هذه الظاهره مدى قد ايه، هل بيرفع مستوى مياه البحر المتوسط 4 سنتي ولا بيوصل ل 40 سنتي لو زاد ذوبان الجليد
الأربعة سنتي يعملوا ارتفاع مية 40 سنتي يقوم يغرق الأراضي اللي احنا عندنا مثلا في مطوبس وفي شمال الدلتا، فتيجي الدولة تروح دفع 750 مليون دولار عشان تحط الخرسانات الضخمة اللي احنا بنشوفها دي، لأن الشواطئ بتتاكل من شدة الرياح وشدة الأعاصير اللي ما كانتش مسبوقة أو اللي كانت غير مسبوقة في هذا الكلام. العمق بتاعها بيشيل طبقات الرمل، تضطر الدولة كل سنة قبل الصيف ترجع الرملة وتحط الصخور الضخمة دي. وبالتالي تغير المناخ أصبح ما يقرب من ظاهرة إحنا بنسميها انقلاب المناخ، الكلايمت شيفت. كلايمت شيفت ده أخطر بكتير من الكلايمت تشينج. يعني إحنا بنعاني مرحلة تغير المناخ، لكن لو دخل على مرحلة الانقلاب المناخي لا طبعا هتبقى أكثر قسوة، زي ما احنا بنشوف نسب التصحر عالية جدا. صحيح. الرمال بتمشي، الأعاصير بتاخدها، تخود عملت تمر للجانبين بتوع الزراعة يمين وشمال، الملوحة نفسها في المياه الأبار بتزيد نتيجة السحب الزائد، قلة الأمطار. احنا عندنا الحمد لله يعني حوالي يعني من أول السلوم لغاية العريش في شاطئ على البحر المتوسط ده بيزرع رباني من المطر، مش جاي من نهر النيل. اللي جاي من نهر النيل ده احنا بناخده بالمقاس، احنا مخزنين السد العالي عندنا وكل ما نعوز شوية نسحب مية منها. هل القصور اللي حصل في الشواطئ مكلف؟ نعم مكلف. هل له تأثير بالمناخ؟ ارتباط أساسي بالمناخ. لكن اللي أخطر منها ان انت تشوفي بقى بعض البيوت بدأت المستوى المية يعلى فيها، فيبدأ الراجل يحط طبقات ردم من الرمال ومن المسلح، فلدرجة في بعض القرى الناس بيقعدوا من الدور الثاني. ده بيحصل يعني، عفوا المقاطعة يا فندم، لأنه كلام مهم جدا وخطير جدا، والتعبير اللي حضرتك استخدمته من تغير المناخ لانقلاب المناخ، هل ده بيحصل بواقع فعلي دلوقتي؟ يعني زمان من فترة من الزمن كنا بنشوف التغيرات اللي حضرتك بتقولها دلوقتي انها ممكن تحدث على المدى البعيد او المدى المتوسط، يعني مثلا كمان 5 سنين 10 سنين. دلوقتي ما اصبحتش في المدى المتوسط او البعيد، هو المدى الواقعي الان ده بنعيشه حاليا. التغيرات الانقلابات المناخية دي بتعيشها او بيعيشها المصريين دلوقتي؟ احنا بنعيشها وبيعيشها العالم. يعني برضو عشان ما ننساش نتذكر جميعا حجم الحرائق للغابات اللي حصلت في أوروبا، وما ننساش أن نهر الراين ونهر الدانوب حصل قصور شديد جدا في المية، لدرجة أنه المية كانت تقترب من قاع الأنهار. أنت بتتكلم على أكبر نهرين في أوروبا مثلا. حجم الحرائق اللي حصل في كندا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي تركيا وفي إيطاليا، في 12 دولة أصيبت بحرائق. الناس فاكرة حد بيولعها، محدش بيولعها، هو الورق الناشف ده لما بينزل على تحت الشجرة تحت مبلل بالمطر يحس تطلع منه غاز الميثين. غاز الميثين ده أول ما يلقط الهواء يروح مولع في ورقة واحدة، خلاص بقى الورقة الواحدة تروح سحبالك ربع الغابة بقى. غير بقى طبعا القرارات الفظيعة اللي اتخذتها مثلا البرازيل إنها قطعت يعني تلت حوض نهر الأمازون الغابات، ودي كانت أكتر غابات عاملة رئة للكرة الأرضية. إحنا كبشر أفسدنا رئة الكرة الأرضية. اللي بيحصل في الأمازون ده بيأثر علينا هنا في مصر؟ طبعًا. وفي أي مكان في العالم؟ إحنا اكتشفنا أن الجفاف اللي ضرب أفريقيا كان سببه قطع غابات حوض نهر الأمازون. بسببها قطع، فين شوف نهر الأمازون في البرازيل، وأنا بكلمك على الصحراء الأفريقية واللي حصل في 12 دولة في أفريقيا تأثروا تأثر كبير جدا. فكرة التوازن، الجفاف، التوازن البيئي، يعني ما كله فعلا زي ما حضرتك تحدثت كله هي يعني دائرة كلها متصلة ببعض. ده احنا بنتكلم من حتى النيتروباكترم اللي هي البكتيريا اللي بتطلع. صحيح. النشا اللي بتطلع الأكل للناس دي، لما احنا بيحصل هذا الجفاف هذه البكتيريا بتقل، يقوم يقل الإنتاج الزراعي. نعمل ايه؟ نروح مزودين الأسمدة، نزود الأسمدة يعني بنزود المواد الكيميائية فتفسد أكتر النظم الصحية. وبالتالي هي الناس محتاجة، البشرية تحتاج إلى مراجعة النظم الحالية، لأنه طبعا حجم الطاقة المستهلكة حاليا غير مسبوقة تاريخيا. يعني إن تقدر تقولي الكرة الأرضية لما بنبص لها على أنها شمعة، يعني مولعة كل حتة فيها
مولعة في جزء، فالشمعة دي اللي احنا بنشكلها حلو في الصورة لكن شكلها بقى في أكسيد الكربون اللي بتطلعها وانها تعمل لك غلاف زجاجي. واحنا لما بنقول الجرين هاوس جازز دي ظاهرة الاحتباس الحراري بنحاول نشرح للناس ان الكرة الأرضية احنا عملنا عليها طبقة زجاجية غير ملموسة، يعني انا مش شايف إزاز، لكن نفس الأشعة تحت الحمراء اللي بتسخن سطح الكرة الأرضية ما بقتش عارفة تطلع بره الغلاف الجوي لأنها وهي مش عشان تطلع هتخفف الظاهرة، فبتتحبس زي الطبقات كل شوية نطلع شوية دخان تقوم تزود الحرارة وإحنا نحبسها فوق سطح الكرة الأرضية أكتر، فيقول لك درجة حرارة سطح الكرة الأرضية زادت من واحد، إحنا بنقول يا رب في 2050 ما تعديش 1.5 درجة. إحنا ما بنقيسش درجات حرارة الطقس، لا إحنا بنقيس كل 100 سنة سخونة سطح الكرة الأرضية، ده فرق كبير جدا. وكل 100 سنة دي كنا بنعتبرها حاجة خطيرة، فدلوقتي إحنا بنتكلم على 2050 خايفين في 2050 نعدي 1.5 درجة، لو عدينا 1.5 درجة يبقى المناخ بقى فعلا تحول من يعني تغير مناخي إلى انقلاب مناخي. طيب خلينا نعرف من حضرتك يا فندم اخر تقارير الهيئه الدوليه المعنيه بالمناخ وتحذيراتها، واكيد بيبقى فيه توقعات. طبعا هو في كوب 27 في مصر، وده كان من احسن واعظم المؤتمرات المناخ اللي عقد في مصر، لانه الحقيقه الرئيس السيسي بنى مدينه كامله في كوب 27 وكان انبهار شديد طبعاً للزوار، وكانت اكبر كم من الرؤساء والملوك في الحضور يعني في تاريخ المؤتمرات المناخ، يعني انا يعني من 1992 وشارك فيها، كان اكبر مؤتمر للمناخ اللي عقد في كوب 27 في مصر. كانت من اهم توصياته ودي اللي عامله ازمه حتى الان، يعني ان احنا ننشئ صندوق اسمه صندوق تعويض الخسائر والاضرار. ليه الخسائر والاضرار؟ احنا في افريقيا لا عملنا انبعاثات ولا لوثنا حاجه، وانبعاثات قارة أفريقيا كلها مش جايبة 4%، أقل انبعاثات في العالم كله. ومصر مش جايبة 9%، ومع ذلك كل الآثار السلبية جت لأفريقيا بما فيها مصر بما فيها دول أفريقيا كلها. فإحنا ما سببناش التصحر، هم اللي بعتوا لنا، ولا الجفاف ولا قلة الأمطار ولا زيادة الملوحة، كل ده هم اللي عملوه لأنه تقدموا صناعيا على حساب. والصين لما دخلت كمان زودت الانبعاثات أكتر. طبعا الدول ما تقدريش تجبريها، يعني بلد زي الصين قالت انا اصلح في 2063 وبعدين قالت طب عشان خاطركم 2053. احنا قلنا طيب وزير الكهرباء والطاقه قال احنا عملنا ترشيد وطاقه جديده وصلنا 40% طاقه نظيفه، والراجل تعهد انه في خلال 10 سنوات هيوصلها ل 55% طاقه جديده متجدده. حضرتك لما تمشي على طريق العين السخنه لمدة 100 كيلو انت شايفة مراوح بتلف لوحدها من الرياح وبتولد طاقة جديدة نظيفة زيرو تلوث زيرو تلوث، وعلى فكرة دي قلما تجديها في كثير من البلدان يعني. وهذه الطاقة الجديدة والمتجددة هي دي اللي احنا عمالين نهاتي مع حضراتكم والإعلام، يا جماعة خفوا الفحم، يا جماعة خفوا البترول. طبعا من احسن الحاجات ان مصر بدات دلوقتي تخش في الهيدروجين الاخضر وبدات تستفيد من الميه، بقينا نفصل الميه الى هيدروجين واكسجين، الاكسجين ناخده نستخدمه والهيدروجين ناخده نستخدمه في طاقه نظيفه وجديده ومتجدده. هم لازم يتقالوا الثلاثه مع بعض. طب يعني استراتيجيه مصر معروفه للطاقه المتجدده، ومن بعد كوب 27 في شرم الشيخ كمان فكره او السؤال اللي بيطرح دايما فكره التمويل او شعور الدول العظمى زي الصين والولايات المتحده الامريكيه اللي هم اكثر دول في العالم مسؤولين على زياده درجه حراره الارض بمسؤوليتها البيئيه تجاه العالم كله. حضرتك متابع لكل مؤتمرات المناخ بعين الرقيب وبعين المتابع، إلى أي مدى في شعور حقيقي تستشعره الدول العظمى الصناعية بمسؤوليتها، وإزاي ممكن تساعد الدول النامية في إعادة التكيف البيئي إنها تعمل مشروعات تعيد التكيف البيئي وتواجه تداعيات التغيرات المناخية؟ هي بدأت برضو، عشان نبقى منصفين، بدأت كثير من الدول إنها تحط برامج لما يطلق عليها أول برامج التأقلم وبعدين التكيف. وبعدين تعمل التخفيف. يعني هم الثلاث مراحل، تقول أنا هلتزم أن أنا هتأقلم مع
المناخ زي ما هو كده، وبعدين نقول لا المرحلة اللي جاية أنا هحول شوية من الفحم بتوعي إلى طاقة شمسية وطاقة رياح، وبعد شوية يقول لا ده أنا هعمل أمر إنه تكنولوجي زيرو تلوث. في بعض البلدان الصغيرة قالت أنا زيرو تلوث. هذا طبعا ده بيتحول الدول النامية زي حالتنا بتكلفك إن أنت بتيجي تفك المصنع ده على بعضه وبتحوله إلى نظام طاقة جديدة ومتجددة. أنت النهاردة لما تبص على مشروع المونوريل مثلا، مشروع المونوريل ناس فاكرة أنه هو مثلا مجرد نزهة، لا ده هو هيخفف تخفيف كثير جدا لحركة السيارات تحت. وبعدين أنت ماشي على قطار مش واخد منك مساحة من الشارع، يعني أنت نفس الشارع بتاعك، القطار بتاعك ماشي على عواميد وزير تلوث كله بالكهرباء، وهو ماشي في مساره في سواء في القاهرة الجديدة أو في الشيخ زايد وهم قربوا يخلصوا الاثنين يعني. هتلاقي أن أنت خففت كثيرا. لما أجي بقى أنا أخش للاتفاقات الدولية أقول له أنا خفضت لك انبعاثات أنا بنسبة 25%، بعمل أنا بقى أسترد أنا فلوس ده لتمويل مشروعات جديدة ومتجددة. خلي بال حضرتك أنها مش هتبقى ملوثة زي ما وزير الكهرباء كده التزم ووزير البترول ان هم بيتحولوا تدريجيا الى الطاقه الجديده والمتجدده. وده اللي هيبقى على فكره مصر بايونير فيها، يعني ما اعتقدش ان في دوله في طاقه الرياح غير الطاقه الشمسيه. يعني في بنبان في اسوان عاملين اكبر محطه طاقه شمسيه، يعني المحطه قد مثلا 10 عمارات من دي، بتعمل بتجمع اشعه الشمس اللي هي بتنعكس وتحولها إلى بيم، يعني تبقى شعاع مركز دقيق. هذا الشعاع المركز تيجي أنت تحطه قدام غلاية كبيرة جدا، هذه الغلاية بتطلع بخار وأنت تشغل ببخار المية الماكينة نفسها لتوليد الكهرباء، بحيث أن أنا ما زودتلكش لا فحم ولا بترول ولا مازوت ولا كيروسين ولا أي نوع من أنواع الوقود اللي هيطلع دخان. ده أنا بديلك طاقة جديدة ومتجددة نظيفة تماما. فأنا أول المشاركين في الحد من أثار تغير المناخ، وبقى ليها دلوقتي حاجة اسمها كريدت كاربون، إن أنا أتقدم للصندوق الدولي وأقول له أنا خفضت انبعاثاتي كذا، فلو سمحت اديني مقابلها تمويل مالي لأن أنا خفضت لك انبعاثاتي وما بلوثش. فالمكافأة بتاعتي إن أنت تقول أنا خفضت كام طن كربون، ومقابله أنا بتقدم باخد فلوس من صندوق الخسائر والأضرار اللي موجودة في الاتفاقية. أعتقد يا دكتور زي ما حضرتك ذكرت، يعني دلوقتي خلاص البشر حقيقي بيجنوا ثمار وبيحصدوا ثمار ما جنوه وما فعلوه في الكرة الأرضية، وكلنا يعني مفيش حد حقيقة في مأمن أو في معزل عما يحدث الآن. وزي ما حضرتك تحدثت احنا يعني ما بين التغير المناخي أو الانقلاب المناخي، ولازم العالم كله يتكاتف ويتعامل مع هذه القضية ويأخذها على محمل الجدية بشكل كبير جدا. بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور مجدي علام الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده الفقرة الأخيرة في صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية. خلاص أقل من شهر على شهر رمضان المبارك، كل سنة وحضراتكم بخير. والحقيقة إحنا شهر رمضان طبعا بجانب العبادات والتقرب إلى الله عز وجل، لكن كمان بنبقى مهتمين نشوف المسلسلات اللي بتتعرض وبتبقى ليها كده في موسم رمضاني وسباق رمضاني خاص بالمسلسلات. الحقيقة إنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هتقدم السنة دي وجبة درامية قوية ومتميزة ودسمة جدا، وجبة متكاملة فيها كل العناصر الفنية والموضوعات المختلفة والجديدة اللي إن شاء الله تنال إعجاب المشاهد المصري والعربي. يعني كل سنة وحضراتكم طيبين. موسم الدراما المصرية خلاص على الأبواب، كلنا بنشوف البوسترز المطروحة لمسلسلات رمضان 2024، البروموز كمان اللي بنشوفها على الشاشات المتحدة.
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوعدنا أنها تقدم لنا وجبة درامية متنوعة فيها تنافس شديد جدا من خلال الأفكار والجودة والأبطال اللي بيشاركوا في مسلسلات رمضان 2024. وجبة درامية هنحاول النهاردة نقترب منها كده ونشوف ملامح المسلسلات اللي هتتعرض إن شاء الله في رمضان على شاشات المتحدة مع الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ أشرف شرف اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير وكل سنة وحضرتكم طيبين وبخير يا رب. عدد كبير جدا من المسلسلات حوالي يعني 18 يعني حوالي 20 مسلسل في تنوع شديد جدا. نبدأ بالمسلسلات التاريخية. مسلسل تاريخي مهم جدا هو الحشاشين. لأول مرة بنروح كده المرحلة التاريخية مهمة جدا. حسن الصباح مؤسس هذه الفرقة الغريبة في التاريخ الإسلامي الأكثر دموية والأصعب والأشرس في التاريخ الإسلامي. شايف إزاي اختيار الحشاشين كدراما تاريخية تقدم في 2024؟ أولا الواحد بيحيي فعلا الشركة المتحدة على ان اختيار موضوع بالضخامة الانتاجية انه يبقى مسلسل مهم جدا بيرصد ويحلل ازاي الجماعات الإسلامية والتيارات الدينية ازاي كانت دموية بهذا الشكل والتنظيم السري والحاجات القوية جدا والاغتيالات والرجوع لحقبة زمنية مهمة جدا فيها لغط وسياسي وتاريخي وحاجة صعبة جدا وهو القرن الـ11 يعني فات 10 قرون انت بترجع بالزمن بتقول تقريبا ان التاريخ بيعيد نفسه. هو تنظيم شبه التنظيمات اللي شفناها في السنوات الأخيرة زي تنظيم القاعدة مع اختلاف طبعا التاريخ ومع اختلاف المراحل ومع اختلاف كل حاجة بس هي تنظيم دموي في الأساس يعني التطرف فكرة التطرف بشكل عام يعني. طيب برضو فكرة يمكن الدراما التاريخية بتتطلب يعني جودة عالية جدا خاصة دلوقتي بقى في منافسة قوية جدا خاصة طبعًا في الدراما التاريخية. احنا كان في تجربة للشركة المتحدة السنة اللي فاتت في الدراما التاريخية كان فنان خالد النبوي. وشايف وجهة نظرك هتقدم ازاي السنة دي؟ السنة دي انا متفائل جدا معانا طبعا نجم مهم جدا هو الاول سينمائيا طبعًا. هو كريم عبد العزيز والاول دراميا كمان فعندنا تجربة مهمة جدا كمان. المسلسل كان مفترض يتعرض السنة اللي فاتت فخد وقت كتير جدا ان هو تحضيرات لمدة سنتين وده بيحفزنا اكتر ان انت لما تلاقي مسلسل ضخم انتاجيا وفي سفر كتير جدا وانه في ازمان وتواريخ مختلفة جدا في العراق وبلاد فارس وكل الحقب الزمنية اللي دار فيها المسلسل الاحداث التاريخيه للمسلسل كمان انه حسن الصباح هو القائد والمؤسس لفرقه الحشاشين او الاساسان زي ما قالوا الصليبيين يعني عليهم يعني اللي هم القتله الاوائل انه هو عاش في مصر بس 3 سنين واختلف مع القائد في مصر فتم طرده عبر مركب وطبعا نجا طبعا قصه شهيره جدا يعني. طيب يعني كمان الدراما التاريخية على مستوى الصورة وعلى مستوى الكتابة النص يعني احنا بقينا متقدمين جدا حتى وفي جودة في كتابة النصوص الدرامية التاريخية. نروح من الدراما التاريخية لدراما تانية ياسر جلال من كريم عبد العزيز لياسر جلال بيقدم لنا السنة دي جو كده من أجواء الأساطير والفانتازيا الفانتازيا التاريخية لو يعني ينفع نقول كده أساطير ألف ليلة وليلة ومسلسل جدر الصياد. أنا متحمس بشكل شخصي متحمس أن أشوف المسلسل ده لأنه القصة بتاعت هي قصة جديدة ما تقدمتش بتقدم لأول مرة في الدراما المصرية هي جدر المصري ده اللي هو الشخصية طبعا هو صراع طبعا الألف ليلة ليلة تيمة قايمة على صراع بين الخير والشر وطبعا ياسر جلال بيمثل الخير يعني إنه القصة دي ما تقدمتش ما شفناهاش مش مستهلكة على الشاشة فكرة مش زي السندباد مش زي علي بابا والأربعين حرام كل القصص والقصيرة اللي تقدمت واستهلكت في الدراما التلفزيونية المصرية إنما دي قصة أول مرة من ضمن قصص ألف ليلة وليلة بتتقدم في مصر فده برضو طبعا دي نقطة ما أنت ترجع للتراث مرة تانية وتبعد عن وتعمله بشكل مختلف وتقدم قصة لأول مرة على الشاشة ده برضو حاجة يعني بتخليك تبقى مستني إنما لو أنت قدمت علي بابا أو قدمت المصباح السحري أو علاء الدين كل القصص اللي تم تقديمها من ألف ليلة وليلة بقت مستهلكة للمشاهد وكمان لأنها تقدمت من الأربعينات يعني ألف ليلة وليلة كتحديدا دي تقدمت من الأربعينات لحد
يعني بقى لها اكتر من يعني 80 سنه كمان يمكن اختيار وتقدمت في الاذاعه حوالي 800 حلقه فانت صحيح طبعا يعني وقدمت بشكل باشكال مختلفه بقى وتم تناولها باشكال مختلفه الحقيقه. حتى ياسر جلال الحقيقه من الفنانين اللي مؤخرا شهدوا نضوج فني يعني واضح جدا، فاكيد هيكون ليه بصمه كمان في مسلسل جودة الصياد اكيد. طيب في كمان بقى دراما الاجتماعيه السنه دي زي مثلا امبراطوريه مين؟ برضو النجم خالد ده النجم خالد النبوي هو ده. انا بالنسبه لي خالد ومع حفظ الالقاب يعني استاذ خالد النبوي والاستاذ ياسر جلال في تغيير جلد كامل، يعني من رساله الامام لاب بيحاول يفرض سيطرته على اولاده والرجوع للنص الاصلي. امبراطوريه مين طبعا هو الروايه الاصليه كان راجل، انما عشان تتقدم في السينما تم تحويلها وعدها للسينما طبعا العظيم نجيب محفوظ يعني عن قصه للكاتب الكبير حسن عبد القدوس. تم تحويلها خصيصا عشان تقدمها سيده الشاشه. انما خالد النبوي السنه دي بيرجع للنص الاصلي وهو الاب اللي بيحاول يفرض سيطرته وفكره انه الصراع بين الاجيال بين الاب واولاده السته يعني. ويعني حسن عبد القدوس دايما بيترجم فكره انه دايما في كل رواياته هل الحب هو القائم والصراع بين الاب والاولاد يعني. فكره الديمقراطيه ولا الصدام. جميل. من روايه احسان عبد القدوس لروايه ابراهيم عبد المجيد عتبات البهجه، وجميل جدا الاتجاه الى فكره المسلسلات اللي بتعتمد على نصوص ادبيه وروايات. ابراهيم عبد المجيد روايته الشهيره عتبات البهجه تحول لمسلسل للملك يحيى الفخراني اللي غاب عننا السنه اللي فاتت. عتبات البهجه نص روائي بيتحول الى لغه التلفزيون ويحيى الفخراني بيعود بقوه السنه دي. النص ده كويس قوي انه رجع يعني انه تقدم، لانه انا ممكن اقول لكم سر بيتقال اول مره انه كان المفروض يقدمه سينما العظيم الراحل يعني صديقي استاذ فاروق الفيشاوي يعني حاول يقدمه صحيح. سينما وتعثر انتاجيا المشروع كان اخراج المفروض الاستاذ عمر عبد العزيز. انه يرجع هذا النص للتلفزيون هو نص بيحكي عن ازاي تسعد نفسك صحيح. ازاي لما توصل لسن معين في الحياه انك تدور ازاي تسعد نفسك. البهجه في حياتك مش لازم تبقى فلوس او حاجه، انما البهجه هي التعامل مع الحاجات الحياة. البسيطه احنا كمان اعتقد البهجه بالنسبه لنا ان احنا نشوف يحيى الفخراني الحقيقه مره اكيد وان هو غاب عننا السنه اللي فاتت لا ثلاث سنين هو سنين اخر حاجه 21 سنه يعني صحيح. اخر حاجه 2021. طيب سيد العقارب ده بطوله الفنانه غاده عبد الرازق وباهر دويدار المؤلف باهر دويدار كمان. غاده يعني الحقيقه من الفنانات المتميزات طبعًا. ليها اداء مختلف طبعًا. الحقيقه أكيد. شايف هتقدم شكل درامي مختلف. اتمنى طبعا ان غاده عبد الرازق ترجع لانها ممثله مهمه جدا مهمه جدا في حياتنا الفنيه المصريه الحقيقه، يعني من اهم الممثلات اللي جم في اخر 20 سنه يعني. هي بطله يعني هي اللي اتقال عليها ممثله تقيله، يعني دايما في فن التمثيل في ممثل تقيل وهو صحيح. دايما لما تقول ممثله تقيله لازم يتجاب في سيره غاده عبد الرازق. اتمنى انه اختيارها السنه دي يبقى موفق، لانها بصراحه شديده الفتره اللي قبل الكام سنه الاخيره دول كانت اختياراتها غير موفقه. طيب امير كراره سنين اللي فاتت بدا يكسب ارضيه جديده من الجمهور، بدا يلعب ادوار كمان مميزه جدا، السنه دي هيقدم لنا بيت الرفاعي. توقعاتك ايه؟ أمير كرارة السنة دي بيبقى 10 سنين متواصل، وده نجم 10 سنين في رمضان متواصل، وده رقم كلبش وغيره. لا لا بدأ من أنا عشقت رمضان 2014، بعديه حواري بوخارست، بعديه الطبال، بعديه كلبش 2017، يعني 10 سنين ده رقم مهم جدا. وأتمنى إنه أمير كرارة يفضل يحافظ على هذه يعني يكمل المشوار ويكسر رقم جديد قياسي في مشواره. بيت الرفاعي سريعا بيتكلم عن ايه؟ هو دراما شعبيه وبيتكلم عن الآثار والسرقه ويعني بطريقه مختلفه، ولأول مره بيتر ميمي مؤلف مش مخرج، يعني مؤلف المسلسل تأليف بيتر ميمي واخراج يعني عهدنا بين هو من اهم المخرجين بس هو طبعا عمل تجارب كتيره يعني كمؤلف، شارك في مثلا من اجل زيكو وحاجات كده، انما المره دي هو مؤلف فقط واخراج احمد نادر جلال. طيب هي بالنسبه للكوميديا بقى، يعني برضو الكوميديا في رمضان مهمه جدا بالنسبه لنا الحقيقه.
طبعا يعني ما نقدرش يعني لما خاصة في ظل الاحداث اللي احنا فيها. صحيح يعني الحقيقه ان احنا حتى كان في وقت او كان في موسم من المواسم الرمضانيه كانت غابت الكوميديا مش غابت غياب كامل ولكن مش المستوى ومش نفس المستوى اللي احنا متعودين عليه وكانت بالفعل فارقه معانا. مؤخرا شفنا لا عوده مره اخرى للكوميديا بشكل كبير، لكن السنه دي كمان في حياه صداره للكوميديا. في مسلسل كبير قوي 8 توقعك لمكي السنه دي تحديدا، انه مكي في الكبير للاسف هو يعني على قد ما نجح على قد ما بيتحدى نفسه. انا بعتقد ان احمد مكي بقى بالنسبه لنا زي الفوازير يعني والكبير قوي ده بالذات تحديدا بقى بالنسبه لنا زي الفوازير، احنا مستنينه كل رمضان من كتر ما هو الناس بقت مرتبطه بيه، حتى لو يعني حتى لو الكوميديا اضعف او اقل من السنه اللي قبلها بتبقي انت برضه مستنيه الكبير. خلاص بقى طابع زي بكار زي الحاجات اللي احنا كنا مرتبطين بيها اللي كنا مرتبطين بيها في رمضان، فخلاص بقى الكبير هو تيمة رمضانيه يعني خلاص احنا مستنينه، وده مطلب جماهيري يعني. هو بيخلص 7 الجمهور بيطالب ب8، بيخلص 8 تلاقي الجمهور بيطالب ب9، حتى لو المسلسل ما كانش اعظم نجاحاته لكن خلاص بقى مرتبط برمضان مع حاجه خاصه كده بعد الفطار على طول لازم نسمع كده حاجه مقدسه يعني حاجه عندنا حاجه عظيمه جميله. وهو كمان تحدي نفسه كبير قوي بيحاول برضه بيسيب مساحات لزمايله وبيسيب لناس بيكبر اللي حواليه دي حاجه مش بس فكره الوان مان شو يعني هو لا يعني. بالعكس كل اللي اشتغلوا معاه هم بقوا نجوم بعده. صحيح. لسه في الكوميديا معانا كوميديان السنه دي نيلي كريم. نيلي كريم هتعمل فراوله وهتقدم. انا بخاف من نيلي بس يعني يعني في الكوميديا كمان ده تحدي ليها لانه طبعا شفنا السنوات اللي فاتت مسلسلات او اللون اللي بتقدمه نيلي كريم دايما في لون درامي يعني في تراجيدي مش درامي في تراجيديا اكتر من الكوميديا. نيلي كريم في الشكل كوميدي شايفها ازاي؟ والله انا نيلي يعني بحبها كممثله طبعا، بس نيلي في الكوميديا برضه هو لون جديد حبيناها برضه في 100 وش، واتمنى ان احنا نحبها في فراوله. حبيناها في 100 وش وكان ليها تجربه برضه كان بس كان فيلم كان غبي منه فيه تقريبا مع هاني رمزي كانت لطيفه جدا برضه طبعا. هي برضه الممثل من حقه انه يجرب يعني، والكوميديا هي كوميديا الموقف، فانت دايما هو معاها شيماء سيف ومعاها مصطفى خاطر ومعاها نجوم اخرين كوميديين ففي مساحه للعب يعني. ومسلسل 15 حلقه فهو مسلسل رايق خفيف يعني لطيف. طب اكرم حسني مسلسل بابا جه انا بحبه كتابه الحقيقه يعني، بحب وائل حمدي وبحب محمد اسماعيل امين وبحب يعني بعرفهم معرفه شخصيه يعني، فبتمنى ان هو يعملوا حاجه مختلفه جدا، وانا متوقع انه اكرم حسني يبقى حصان رابح السنه دي في بابا جه. احمد داش بعد نجاحه في جعفر العمده السنه اللي فاتت هيقدم لنا السنه دي مسار اجباري تجربه جديده ومشتركه ومختلفه. اولا انا عايز احيي الشركه المتحده الحقيقه انه لما فكرت تنتج انتاج مباشر ادت الفرصه للشباب انه البطلين يبقى شباب يعني مش تستعين بنجم كبير وتعمل مسلسل، لا انه ايمانا بفكره انه ندي فرصه للشباب انه يبقى عصام عمر واحمد داش هم بطلين المسلسل، مع طبعا مع احترامنا الكامل لوجود صابرين وبسمه وغيرهم من النجوم، لكن فكره ان انت تبقى شركه منتجه تنتج انتاج مباشر يبقى اول انتاجها المباشر دون الشراكه مع حد هو مسار اجباري. اتمنى وانا عصام عمر يعني ده ممثل كوميديان خطير الحقيقة. واحمد داش كمان طبعا يعني. طبعا مع احترامي بس قصدي انه كعصام عمر ككوميديان هو امتداد لجيل الكبار من الكوميديانات العظام في مصر. صحيح. طيب اخيرا مسلسل مليحه. المسلسل ده يعني مسلسل مهم في توقيت كمان مهم ومسلسل صعب الحقيقه، مشارك فيه الفنان دياب وبيناقش القضيه الفلسطينيه. هو بيتكلم عن فتاه فلسطينيه فكره الانتفاضه سنه 2000 بتبقى بتروح ليبيا وبعدين بتيجي بعد الاحداث الاخيره المفروض انها عايزه تروح غزه ترجع وطنها فلسطين تاني فبتمر على مصر، يعني تفاصيل انسانيه احنا محتاجين نقول للناس. وكمان عنوان المسلسل مش مليحه بس كمان العنوان حلو جدا الحلم والقضيه، انه احنا دايما حلمنا ان فلسطين ترجع زي ما كانت، انه حلمنا ان فلسطين تبقى فلسطين عربية يعني هي قضيتنا الحقيقية يعني، فده تعود الأرض لأصحابها مرة تانية. فده برضو والتوقيت كمان ان انت لسه الأحداث شغالة طبعا. فانت بتفكري الناس وتقولي ان مصر دايما ما بتنساش
ما صحيح. بتنساش أشقاء العرب حتى بفنها إنها بتقدم صحيح. قضاياهم زي ما قدمنا زمان ثورة اليمن قدمنا طبعا. أعمال مهمة جدا في تاريخنا بتتكلم عن قضايا جميلة أبو حريد عن الجزائر طبعا. وثورة الجزائر يعني في أعمال مهمة جدا طول الوقت طبعا. فأكيد فلسطين حاضرة طول الوقت في أعمالنا تقدمت في أوائل يعني في 2012 أعتقد أن نبيل عبيد قدمت البوابة الثانية برضو بيتكلم عن غزة ويتكلم عن فلسطين فمصر دايما يعني مهتمة بفكرة أنها حتى بقوتها الناعمة طبعا لا مهتمة أنها تتكلم عن فلسطين بشكل أو صحيح. بآخر طول الوقت استاذ اشرف بنشكرك على القراءه السريعه دي طبعا هو كده استاذ اشرف عمل لنا اغراء شويه للمسلسلات حاول كده ينور كذا مسلسل وانا حاولت انا وجمانه سريعا لكن هي وجبه يعني رمضانيه جميله وبترضي كل الاذواق فيها التاريخي والسياسي والاجتماعي والانساني كمان الانساني هو الرابط الاساسي ما بين طبعاً. كل الوان الدراما ان شاء الله تبقى وجبه جميله فنيه لائقه بالمشاهد المصري في رمضان 2024 بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ اشرف شرف نور نورتنا صباح الخير جدا ويا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم يا رب طبعا نورتنا يا استاذ اشرف شكرا مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره في نفس الميعاد جمعه مباركه عليكم جميعا صباح الخير والسعاده عليكم صباح الخير يا مصر هذا البرنامج برعاية